بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي جماهير الأهلي العظيمة، جماهير أعظم نادي في الكون، النادي الأهلي العظيم، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من الاستوديو التحليلي في قناتكم قناة النادي الأهلي. النهاردة هيكون مباراة يعني مهمة جدا 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 كعادة مباريات النادي الأهلي، مش كل مرة هنقول كده ولكن معظم مباريات النادي الأهلي أو كلها حتى لو ودية بتبقى مهمة جدا. النهاردة النادي الأهلي هيلاعب الحرس الوطني بطل النيجر في مباراة الإياب في دور الـ 32 في دوري أبطال إفريقيا. ده المباراة دي لو كلكم فاكرين حضراتكم المباراة الأولانية كانت من أسبوع بالظبط وتعادلنا هناك تعادل إيجابي، كانت في بداية مشوار المارد الأحمر للحفاظ إن شاء الله على لقب دوري الأبطال اللي النادي الأهلي بيحمل لقبه في آخر نسختين. قبل ما نروح للمباراة أنا كل مرة بتكلم في حاجة، بس المرة دي عايز أتكلم في حاجة متكررة، يعني كل مرة كل سنة بيحصل الفيلم ده، ده فيلم كل موسم وكل دوري وكل مباراة بتجمع بين النادي الأهلي ونادي الإسماعيلي. أولا من البداية كده اللي بيجمع النادي الأهلي، مسؤولين النادي الأهلي ومسؤولين النادي الإسماعيلي، حتى اللعيبة مع بعض، حتى الجماهير بينهم من بعض كل ود واحترام وحب ومتبادل من الطرفين، الملعب حاجة وبرة حاجة تانية، الجميع بيتحدث عن الطرف الآخر بكل احترام، ودي علاقة الأهلي بكل أندية. سيبك بقى من القلة اللي هي بتحاول تصطاد في الماء العكر وتألف قصص وحكايات ملهاش أصل ولا ليها وجود أصلا علشان تحاول الوقيعة بين الأندية وبين النادي الأهلي، ودول معروفين كل سنة كل سنة نفس المواد نفس الفيلم، هو ده اللي بنسمعه كل سنة. وليه الأهلي ما يروحش يلعب في الإسماعيلي؟ هو في حد قال الأهلي يروح يلعب في الإسماعيلي والأهلي رفض؟ الموال اللي احنا بنسمعه كل سنة ده ويقول لك يعني تكافؤ الفرص، فين تكافؤ الفرص هنا؟ هما بيقولوا فين تكافؤ الفرص؟ طب كويس قوي، نتكلم في حاجة بسيطة بس الأول، نقف بس هنا نتكلم في حاجة بسيطة. هو النادي الأهلي ملعبه برج العرب؟ النادي الأهلي بيلعب الماتشين على برج العرب، النادي الإسماعيلي بيلعب الماتشين على برج العرب، يعني النادي الأهلي هنا زيه زي الإسماعيلي. إيه الميزة اللي اتعملت للنادي الأهلي إنه يلعب على برج العرب؟ طب ما النادي الأهلي ما بيلعبش على برج العرب، والنادي الأهلي مش ملعبه برج العرب، النادي الإسماعيلي مش ملعبه برج العرب، فالاتنين متساويين زي بعض. إيه فين يعني إيه وجه الاعتراض؟ تعترض على إيه؟ هو النادي الأهلي اللي طلب إن الماتشين يتلعبوا في برج العرب؟ لا طبعا، ده قرار والقرار داخل فيه يعني قرارات أمنية بحتة، مؤسسة من مؤسسات الدولة، وأي قرار أمني لازم نوافق عليه، كلنا لازم نوافق عليه، المفروض ما تناقشش أصلا الأمور دي طالما قال لك قرار أمني، هم أدرى مني ومنك وبالناس كلها بالمصلحة، عشان كده لازم نحترم القرار. الغريبة بقى إن مسؤولي الإسماعيلي يعني اتكلموا عن الأمر ده مرة واحدة بس وقالوا لهم إيه؟ ده قرار أمني، احترموا القرار ما اتكلموش، يعني مسؤولين الإسماعيلية اتكلموا في الأول، طب ليه ما نلعبش؟ قال لك قرار أمني خلاص ما اتكلمش، هم سكتوا. القلة بقى اللي غاوية مشاكل احنا عارفينهم طبعا كويس قوي، هم دول اللي عمالين يكلموا في الموضوع ده، احنا هنبدا من البدايه وهنبدا من البدايه نعمل حاجات للنادي الاهلي وهنبدا من الاول عشان نعمل نساعد النادي الاهلي من البدايه في الماتشات اللي زي ساعد ايه؟ ما هو ده مبدا تكافؤ فرص. طيب اديني انت عقلك ملعب برج العرب، هو ملعب برج العرب دوت بتاع النادي الاهلي؟ فين مبدأ تكافؤ الفرص انت بتحكي عليه او انعدام تكافؤ الفرص؟ انت بتتكلم عن ايه بالظبط؟ يعني اللي بيحاول يصطاد في الميه العكر ودول معروفين يعني. طب ما هو حضرتك النادي الاهلي ما بيلعبش الاسماعيلي على ملعبه. النادي الاهلي ما بيلعبش الاسماعيلي على ملعبه. والنادي الاهلي ما بيلعبش الاسماعيليه. طيب يبقى الاثنين زي بعض. هل الاسماعيلي بيجي لاعب الاهلي في القاهره؟ لو الاسماعيلي بيجي لاعب الاهلي في القاهره ليك حق تقول كده. ليك حق تقول الكلام ده، انما لا، الماتشين بيتلعبوا بعيد، بيتلعبوا برج العرب حسب قرار الامن، يبقى الاهلي كمان متضرر من القرار، ولكن قرار امني، طالما قرار امني خلاص احترمه، والا انا اقول لك اخد ودي معاك في الكلام بقى، اقول لك
طب ما هو الاهلي كمان متضرر من القرار. الاهلي يلعب ليه بره ارضه؟ هو برج العرب ملعب الاهلي الاساسي؟ لا طبعا مش ملعب الاهلي الاساسي. خلاص يبقى الاهلي متضرر هو كمان، انما الاهلي ما بيتكلمش. الاهلي بيحترم القرارات اللي بتيجي. قرار امني بحت، خلاص ما تتكلمش. ما بنتكلمش ولا بنعترض ولا بنقول اي حاجه خالص، حتى الاسماعيلي اللي هو طرف في الموضوع خلاص لما قالوا له قرار امني سكت. انما الشله او القله اللي غاويه فتنه ووقيعه وتاليف بتبرر الامور حسب رؤيتها، حسب مزاجها، حسب مصلحه ناديهم. ده احنا لسه ما بدأناش، هتبتدي لي انت؟ يعني الاهلي ما عندوش علاقات كويسه بجميع الانديه، وانت ناديك ليه علاقات كويسه بجميع الانديه، وانت ليك الحق انك تتكلم باسم المسؤولين بتوع جميع الانديه. لا طبعا انت مالكش حق الحاجه خالص، لان العلاقه بين الاهلي وجميع الانديه علاقه كلها حب وود واحترام طول عمرها، على فكره طول عمرها. يعني قبل كده حاولوا يوقعوا بين الاهلي والاسماعيلي والاهلي والمصري كذا مره، وبيقولوا شويه حاجات من نسج الخيال وكلام ما حصلش خالص، بيحاولوا يظهروا غير الحقيقه. طب هو عارف حضرتك ازمات ناديك مع انديه بره وانديه جوه واللعيبه بره مصر وجوه مصر؟ خليك انت في مشاكلك، خليك انت في مشاكلك ومالكش دعوه بالاهلي. شوف مين اللي علاقته وحشه بالانديه واللعيبه، ويا ريت ندي الناس حقوقها واتقي الله وبلاش فتن. طب سمعت حضرتك تصريحات ثروت سويلم عضو رابطه الانديه قال لك ايه؟ ده مسؤول قال لك دي ظروف وده قرار امني، والمسؤولين في الاسماعيلي فاهمين الكلام ده وعارفين وما اتكلموش. يعني المسؤولين بتوع النادي الاسماعيلي ما اتكلموا، اتكلموا في الاول، ولكن لما قالوا لهم ده قرار امني وانتوا الماتشين بتلعبوا برج العرب وده مش ملعب النادي الاهلي ولا ملعبكم، بس انتوا الاثنين متساويين، يبقى ما حدش يتكلم. القله بس اللي هي غاويه الفتنه يا ريت تركز في ناديك، تبعد عن اثاره الفتنه ديت. احنا لسه في موسم جديد وما ابتديناش، يعني بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وفي ظروف مختلفه وفي رابطه انديه محترفه، وكلنا متفائلين ان هي تعمل حاجه كويسه، فاحنا كلنا عايزين نقف ورا المنظومه، ورا نجاح المنظومه، عايزين نشتغل عشان نكون صح، مش اي كلام وخلاص. يا ريت نركز ونبعد عن الفتنه دي. نروح الماتش النهارده بقى، هو بالتاكيد خطوه جديده للنادي الاهلي في مسيرته نحو تحقيق البطوله الافريقيه الجديده ان شاء الله، وكتابه مجد جديد وتاريخ جديد، وان شاء الله الحفاظ على الاميره الافريقيه المحبوبه لكل الاهلاويه اللي دايما بعد كل بطوله بيدوروا على اللي بعدها. وطبعا الماتش الاولاني كلنا فاكرينه طبعا، كانت البدايه والنادي الاهلي كان غايب عنه ناس كتير جدا. النادي الاهلي في ماتش الذهاب كنا كسبانين الشوط الاولاني 1-0، وبعدين الشوط الثاني استهترنا بعض الشيء، الفرقه اتعدت 1-1. المباراه عموما نتيجتها نتيجه ايجابيه للنادي الاهلي، ولو ان في حاجه يعني كلنا ساعتها يعني ما عجبتناش لا النتيجه ولا الاداء، ولكن النتيجه في صالح النادي الاهلي، لان النادي الاهلي النهارده يكفي الفوز باي عدد من الاهداف ويكفي التعادل. هي الحمد لله النهارده يعني في بعض اللعيبه رجع، يعني مثلا ماتش النهارده هيستعيد فيها النادي جهود محمد مجدي قفشه بعد اجازه الجواز اللي خدها، وشارك في التدريبات بعد ما الفريق رجع من نايجر، هو جاهز حسب رؤيه الجهاز الفني بقى، هو الجهاز الفني هو اكيد اللي هيختار. يعني الجهاز الفني الماتش الاولاني لما محمد مجدي قفشه ما كانش موجود، المستر موسيماني كانت ليه رؤيه فلعب بطريقه معينه حسب رؤيته وحسب دراسته للمنافس. النهارده لو محمد مجدي قفشه رجع هنشوف رؤيته برضو النهارده، هل هيرجع لطريقه 4-2-3-1 مره ثانيه ولا هيتمسك ب 4-3-3؟ كل ده هنشوفه، دي رؤيه جهاز فني ما نقدرش نتكلم فيها، ولكن اللي احنا نقدر نتكلم فيه النهارده ان الفيصل هيكون الملعب. النادي الاهلي النهارده عايز يصالح جمهوره بعد العرض بتاع الاسبوع اللي فات. احنا عملنا نتيجه ايجابيه ولكن ما كناش راضيين عن العرض ولا الاداء. النهارده اكيد الصوره هتبقى مختلفه. أكيد النهاردة اللعيبة عندها دوافع وعندها الحافز إنها تعوض اللي حصل الماتش اللي فات وتعمل نتيجة إيجابية كويسة، خصوصا قبل بداية الدوري، وتدي إنذار لكل المنافسين قبل بداية الدوري اللي هو كمان يومين إن النادي الأهلي جاهز. وكمان إيه؟ بعد كده إن شاء الله بإذن الله الصفقات الجديدة هتبقى أكبر دعم للنادي الأهلي الفترة اللي جاية. تعالوا نروح مع بعض نشوف زميلنا
من قناه الاهلي من فندق الاقامه ونطمن على اخر الاجواء. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من داخل مقر اقامه فريق النادي الاهلي واخر استعدادات فريق النادي الاهلي لمواجهه فريق الحرس الوطني في مباراه الاياب لدور ال 32 لدوري رابطه ابطال افريقيا. طبعا البطوله اللي الاهلي بيحمل لقبها في اخر نسختين بطموحات جديده، بيدخل لاعبي النادي الاهلي ويستهل مشواره طبعا في هذه البطوله من اجل تحقيق البطوله واللقب للعام الثالث على التوالي بدوافع مهمه جدا اشتغل عليها الكابتن سعد عبد والمستر بيتسو موسيماني خلال الفترة الماضية مع الفريق. يعني عقب العودة طبعا بعد التعادل الإيجابي في مباراة الذهاب في ملعب الجنرال سيني كونيتشي، مستر بيتسو موسيماني كان ادى اللعيبة راحة لمدة يومين ثم استأنف الفريق تدريباته استعدادا لمباراة الإياب. خلال الفترة الماضية كابتن أيمن، مستر بيتسو موسيماني اشتغل يعني بصورة شبه يومية على المحاضرات مع اللاعبين والدوافع النفسية وإنه يخلق دوافع جديدة للاعبين من أجل يعني إن احنا نحقق رقم إن شاء الله رقم يكون قياسي للنادي الأهلي وللاعبي النادي الاهلي والجيل ده، ان البطوله ان شاء الله تبقى للعام الثالث على التوالي في دولاب بطولات النادي الاهلي. كان مستر بيتسو موسيماني بيعقد محاضره يوميه مع اللاعبين، عرض ايضا من خلالها الايجابيات والسلبيات بتاعه الفتره اللي فاتت وايضا مباراه الذهاب، وقف على بعض النقاط اللي كانت يعني نقدر نقول ان بعض النقاط سواء الايجابيه او السلبيه لفريق النادي الاهلي، ثم الجوانب الخططيه والجوانب الفنيه اللي اشتغل عليها خلال الفتره الماضيه. طبعا شهدت الفتره الاخيره عوده محمد مجدي قفشه وحسين الشحات وطبعا موجودين في قائمه الفريق لهذا اللقاء. بالامس كان الفريق اختتم تدريباته على استاد مختار التيتش ودخل الفريق في معسكر مغلق. النهارده يوم الفريق كان اللاعبون تناول وجبه الافطار في تمام الساعه 10 صباحا ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 2 ظهرا. محاضره مستر بيتسو موسيماني كانت في تمام الساعه 2:30. امور كتير جدا طبعا مستر بيتسو موسيماني اتكلم فيها مع اللاعبين وضروره تحقيق الفوز في هذا اللقاء، ثم يعني تبقى من خلالها بدايه ان شاء الله للمشوار الافريقي. طبعا داخلين على مرحله صعبه جدا، ايضا انطلاق الدوري المصري بمواجهه فريق الاسماعيلي يوم 27 ان شاء الله تبقى بدايه برده مهمه النهارده. مستر بيتسو موسيماني اتكلم على هذه الامور باستغلال الدفعه المعنويه ان شاء الله اللي تكون موجوده في اللقاء النهارده. طبعا بالامس كان الاجتماع الفني للقاء وتقرر خلال الاجتماع ان النادي الاهلي هيظهر بزيه الرسمي الرداء الاحمر، بينما فريق الحرس الوطني هيظهر بالزي الازرق. طبعا بالنسبه لهذا اللقاء هيديره طاقم تحكيم من موريشيوس بقياده احمد امتياز حكم الساحه، هيعاونه جيان مارك مساعد اول، راما باباجي مساعد ثاني، والحكم الرابع دراما فير. عايز اقول لك ان يعني تقدر تقول وجوه لعبة النادي الاهلي واحنا موجودين معاها في الفندق النهارده، اللعيبه مركزه عايزه تاخد بدايه ان شاء الله النهارده. شايفين الجلسات اللي ما بين اللاعبين وليد سليمان ودوره مع اللاعبين، ايمن اشرف ورامي ربيعه وكباتن النادي الاهلي ودورهم مع اللاعبين ان شاء الله. يعني ابشرك ان شاء الله ومبشر كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله تكون مباراه ويعني بدايه قويه جدا لفريق النادي الاهلي ان شاء الله يتجاوز عقبه فريق الحرس الوطني ويصعد باذن الله الى مرحله المجموعات وان شاء الله يستكمل مشواره نحو البطوله 11 بإذن الله. كابتن أيمن شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. ويمكن فاروق قال على حاجة اتكلمنا عليها قبل كده ولكن برضو عايزين نتكلم عليها تاني، حتة البداية النهاردة. انت عندك طموح، انا كبطل عندي طموح، الطموح ان انا عندي ارقام قياسية، ده بالنسبة للنادي الاهلي احنا بنتكلم على البطل النادي الاهلي، عندي ارقام قياسية عايز احطم الارقام القياسيه دي. انا كنادي اهلي عندي ارقام قياسيه، انا عايز احطم الرقم القياسي بتاعي دوت. هو اتكلم على حته الارقام القياسيه بتاعت النادي الاهلي، لا انا عايز اعمل انجاز جديد، احطم الرقم القياسي بتاعي ان انا اخد البطوله للمره ال11 ان شاء الله باذن الله والمره الثالثه على التوالي. ده ما حدش عمله غير النادي الاهلي وان شاء الله يعني برضو بنقدم المشيئه ان شاء الله ده اللي يحصل. ماتش النهارده عبور لدور المجموعات. ماتش النهارده ان شاء الله نتيجه في صالحنا حتى الان، يكفينا الفوز باي عدد من الاهداف ويكفينا التعادل، لو اننا احنا كنادي اهلي يعني احنا متعادلين هناك 1-1 وزي ما حضراتكم شفتوا كلنا تقريبا كنا زعلانين لان ماتش كان في المتناول، ولكن كان في مش عايز اقول بعض الاستهتار ولكن بعض الاسترخاء في الشوط الثاني خلى الفرقه اللي قدامنا تخش المباراه وتطمع فينا وتتعادل معانا. المهم النهارده في حاجتين، اللعيبه والجهاز الفني لازم يقدموها للمنافسين النهارده، تكسب وتأدي بصوره جيده
دي اول حاجه، وتكسب مكسب كويس، دوري كمان يومين ثلاثه، والدوري ده اللي جاي ده مهم جدا 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 بالنسبه للنادي الاهلي. كلكم عارفين طبعا، حضراتكم عارفين ليه. تاني حاجه ان الدوري ده هيبقى صعب جدا جدا جدا، اصعب من الموسم اللي فات. في ارتباطات كتير جدا على المستويين، الافريقي للانديه والافريقي وتصفيات كاس العالم بالنسبه للمنتخبات، ففي وكاس العرب كمان في ديسمبر، ففي وقفات كتير جدا، تقاطع كتير جدا جدا جدا، والضغط بتاع الماتشات كل يومين وكل ثلاث ايام، يعني اصعب من الموسم اللي فات. احنا املنا في التدعيمات ان شاء الله تكون اضافه قويه للنادي الاهلي، ان شاء الله تكون التدعيمات دي غير انها تكون اضافه، انها تثبت نفسها، تثبت جدارتها بالانضمام للقلعه الكبيره زي قلعه النادي الاهلي. نتمنى لهم التوفيق طبعا. وفي نفس الوقت البدايه مهمه جدا جدا جدا، لان انت بتدي رساله للمنافسين من البدايه. ماتش النهارده بتدي بدايه للمنافسين، لان انت بعد ماتش النهارده خلاص خلصنا افريقيا على جنب. افريقيا بعد كده في شهر فبراير دور المجموعات باذن الله رب العالمين، اللي هو دور ال 16 بيبقى اربع فرق في كل مجموعه. فالنهارده بتدي رساله للمنافسين معاك في بطوله الدوري اللي هتبتدي كمان يومين باذن الله رب العالمين، وبطوله مهمه جدا جدا جدا، ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني لازم يطمنوا جمهورهم ويدوا رساله تحذير قويه للمنافسين معاهم في مباريات الدوري العام ان شاء الله اللي هتنطلق كمان يومين. عموما نتمنى التوفيق النهارده للجهاز الفني واللاعبين. هنروح لفاصل دلوقتي، وبعد الفاصل هنستقبل كباتننا الكبار، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال. ارجوكم انتظرونا.
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده كابتن علاء ميهوب. اهلا وسهلا بيك كابتن مشرف. اهلا بك يا اهلا بك يا كابتن اسامه عرابي. اهلا وسهلا كابتن مشرف. اهلا بك يا كابتن عادل عبد الرحمن. اهلا كابتن. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك كابتن. ايه الاخبار؟ كويس النهارده؟ تمام في حاجه ولا لا؟ ربنا يستر علينا. كابتن احمد فيلير منورنا كابتن. كابتن عادل مالك فيها؟ ده كان جاي نزل برد خفيفه كده. كورونا خفيفه. ربنا يستر. كابتن علاء، الماتش مهم طبعا كعاد مباراه النادي الاهلي، ويمكن النادي الاهلي عامل نتيجه كويسه، بس كلنا كنا زعلانين. النتيجه كويسه ولكن الاداء حتى والنتيجه ما عجبوناش. عشان تلعب فريق يعني مفيش حتى اي مقارنه بينك وبينه. صحيح. وده من جماهير النادي الاهلي، كل الناس طبعا بتقارن انت كنت بتلعب مين. شوف الادوار الاولى 32 دي ايمن بتلعب يعني معظم الفرق بتقابل فرق ضعيفه. مظبوط. الفرق اللي هي قويه والنادي الاهلي ده يعني سيد اسياد افريقيا، المفروض ان الفرق زي دي الجماهير مستنيه حاجتين: نتيجه كويسه يعني تحسن بيها اللقاءين، واداء باسم النادي الاهلي. صحيح. اللي حصل الناس النتيجه في الطبيعي لما تيجي تقول 1-1 الطبيعي كويسه مرضيه جدا. صعب الفرق دي يعني تعمل حاجه هنا معاك في القاهره، لكن انت بتبص على حاجات ثانيه. جماهير النادي الاهلي بتبص على حاجه يعني اسمى من كده واكبر من كده. انت بتلعب بشخصيتك، اسم النادي الاهلي. اسم النادي الاهلي اسم كبير جدا جدا جدا، مهما يكون منافس لازم يبان، الفروقات تبان في كل حاجه، فرديه وجماعيه وشكلك وخططك وادائك وكل حاجه، تحكمك في المباراه نفسها. اللي غاب عن النادي الاهلي المباراه اللي فاتت ايمن حاجه مهمه، هي اللي فرقت في كل ده. شخصيه النادي الاهلي. عايز اقول لك حاجه، انا فاكرها من الماتش اللي فات. يعني انا لما جيت وقلت لك ايه اللي اتغير في النادي الاهلي الشوط الثاني بالذات، هو طبعا اجمالا العرض ما كانش يعني كان دون المتوسط نقدر نقول، ولكن الشوط الثاني حصل هزه جامده جدا. فانا بسالك على حاجه، قلت لي ده كان يعني لو مستر موسيماني بيفكر عنده 10 يتغيروا هيغير ال10. كويس. طيب ايه السبب ظهور اغلب لاعبي النادي الاهلي الشوط الثاني بالذات بمظهر بعيد عن المستوى؟ العقليه نفسها. عقليه مين؟ عقليه اللعيب نفسه. عقليه لعيب، ولازم كان يحصل كلام من بره الملعب. عقليه اللعيب، احنا دايما عندنا مشكله في عقليه اللعيب، بس بيستسهل المباراه. كويس. لما بيلاقي فريق ضعيف بيستسهل. على فكره اللي انا بتكلم فيه ده كلنا مرينا بالحاله دي. كلنا. مزبوط. احنا ما بقولش احنا يعني كنا مزبوط. لكن اللي كان بيحصل الدوافع كانت بتجيلك في الملعب. الدوافع لعيبه النادي الاهلي الشوط الثاني ما كانتش موجوده. الدوافع بتجيلك من ذاتك، من نفسك، حاجتين. ولا من ذاتك يا اما من المدير الفني او المدرب المهم او في الملعب نفسه. النادي الاهلي ينقصه من الموسم اللي فات حاجه مهمه جدا، قائد جوه الملعب. بيفرق قوي. ايوه. جوه الملعب قائد، لكن هو المدير الفني بالظبط. ايوه. بيتكلم، بيفوق، بيزعق، الناس كلها تسمع كلامه. وهو بيتكلم عشان مش عشان هو بيحب يتكلم او منظره، هو بيتكلم عشان صالح الفريق كله. ممكن مين يقوم بالدور ده كابتن؟ ما فيش حد يقول الشناوي، ان الشناوي بعيد قوي خالص. خالص. الشناوي بعيد قوي. مزبوط. اللي دايما اللي يقوم بالدور ده، بس ما هي بتبقى ملكه ايمن، مش لازم طبعا. هي مش اللي هو مش ايه يعني عادل انت النهارده انت هتتكلم. أيوة. لا، هي بتبقى ملكه في اللعيب نفسه. صح. اتكلم، بيزعق، بيوجب كده، بيحمس لعيبته. يعني الشوط الثاني البدايه واضحه ان هي فيها انت مسلم نص الملعب وسلمت، وبعدين عملت حاجه كمان اوحش، بقيت بدافع من بعيد قوي. يعني انت خدت الناس ورحت لحد علي لطفي. حتى الهدف لما اتكلمنا عليه ايمن، انت بتدافع في خط السته. أيوة. بتدافع في خط السته. أيوة. ما ينفعش، لازم حد كان يتكلم. اكتر واحد مناسب في المكان ده كان بيتكلم، انا دايما بحس ان هو لعيب نص الملعب. نص الملعب هو اللي يتكلم ويفوق الناس كلها. هو ده اللي فارق معاك. حد في الملعب بيتكلم، او توجيهات تيجي من بره تفوق لعيبتك. اللعيب انت، ما هو انت بني ادم على فكره، بيجي لك اوقات بتحس ان الامور هاديه شويه، لكن عايز دايما الفوائد. لكن خلاص ماتش وانتهى. النهارده حاجتين مطلوبين من لعيبه النادي الاهلي مهمين جدا. نتيجه اكيد كويسه، وبتمنى تبقى نتيجه كبيره قوي، وشخصيه النادي الاهلي او اداء البطل تظهر بقى النهارده، عشان يقول لا المباراه اللي فاتت دي كان الشوط الثاني هو النادي الاهلي استسهل، ونتكلم احنا في الكلام ده. لكن مش عارف بلال او مين كان بيتكلم في الموضوع ده، ان تبقى رساله لكل الفرق ان النادي الاهلي، بلال تقريبا، ان رساله ان النادي الاهلي انا خدت ال10، لكن لا انا بدور على ال11. مظبوط. بتدور على ال11 دي ايمن، تبقى النهارده البدايه صح. النهارده لا يا جماعه، ده النادي الاهلي مش النادي الاهلي بتاع الموسم اللي فات، لا ده بقى اقوى من اللي فات، وعايز ياخد البطوله دي كانها اول بطوله. هي دي الحاجات اللي بتوصلها للفرقه المنافسه. فالنهارده مطلوب جماهير النادي الاهلي كلها النهارده مستريحه حاجتين دول ايمن: نتيجه عاليه واتمناها يا رب،
واداء حلو، اداء بطل، ويبان الفرق بينه وبين الفريق الثاني. صحيح كابتن اسامه، يمكن الكابتن علاء اتكلم على موضوع الفوارق بينك وبين الفريق الثاني، والمفروض انت كنادي اهلي ولاعيبه النادي الاهلي وعندها شخصيه النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء، ان انت الكلام ده بيظهر في الملعب. ولكن احنا مثلا التعادل ايجابي، وعايز اقول لحضرتك حاجه، يعني هو التعادل ده كان مكسب للفريق الحرس الوطني، يمكن كان عيد بالنسبه لهم، كانش بيحلموا بالنتيجه. يعني كان عيد. ولكن هل التعادل الايجابي ده، برغم ان التعادل ده في مصلحه النادي الاهلي، هل يصعب الماتش على النادي الاهلي النهارده؟ طبعا مفيش شك، لما بتكسب النتيجة المباراه 3 نقط خارج ملعبك، غير لما بتكون متعادل، غير لما تكون مغلوب. كويس. ولكن هي يعني من كتر احنا ما كنا بنلعب في افريقيا، سواء واحنا لعيبه او مدربين، النتيجه بتعتبر جيده. ما تقدرش تقول انك انت تعادلت خارج ملعبك 1-1 دي نتيجه سلبيه، ولكن مش مطمئنة. مش مطمئنه طبعا. انت هي. انت طول ما الفرقه الثانيه ما خسرتش عندها امل. مظبوط. والنهارده فرقه النادي الاهلي هتبين ده في الملعب، هي هتدخل الفرقه دي معاها في المباراه لغايه اخر وقت، ولا هتنهي على املهم من بدري وما تدهمش الاحساس دوت. لانه النادي الاهلي النهارده لابد ان ينزل ضاغط جامد جدا، لابد ان ينزل يحاول يخلص المباراه بدري، يحاول يستغل الفرص اللي بتجيله. لان احنا الماتش اللي فات برضو رغم سوء الاداء، ولكن تهيأت ليك كام فرصه كان ممكن يخلصوا المباراه من بدري، خاصه ان الجون الاولاني جه في الدقيقه 17 بتاعنا بتاع المعلول، ضربه الجزاء. فكان عندنا فرصه وجات فرص لبعض اللعيبه كانوا ممكن ينهوا المباراه. ولكن انت لما لعبت باطمئنان شويه او ريحت المباراه، فرقه الحرس تحمست جدا، جرأت جدا وتحمست جدا وبقى عندها حماس غير طبيعي. والشوط الثاني ده ظهر، وكنا كلنا قاعدين في الاستوديو حاسين ان هم هيجيبوا جون، وفعلا ده اتحقق. في كره في العارضه قبل الهدف وبعدين الهدف، والشكل العام كان ان هم هيجيبوا جون. رغم ان الحماس لوحده يا كابتن يتغلب على الامكانيات الفنيه؟ لا طبعا، النمره واحد في كره القدم الامكانيات الفنيه، سواء بقى امكانيات فنيه فرديه للعيبه او طبعا حاجات خططيه جماعيه بقى للفرقه، وخبره الفرقه بتفرق كتير جدا. كل دي المقومات الاساسيه، ولكن الحماس والروح لما انت بتقل عندك الحاجات دي بتقرب المستوى. لما اللعيب ما بيظهرش امكانياته الفنيه اللي هي احسن حالاته، والفرقه ما بتبقاش جماعيا شكلها كويس، اللي اقل منك لو عنده حماس هيبتدي يبقى قريب منك او هيبتدي يضايقك. لكن لو انت بامكانياتك الفنيه ديت العاليه والفنيه الفرديه والخططيه الجماعيه وتنفيذ المهام وكل الكلام ده في احسن حالاتك، وعندك كمان حماس، خلاص المنافس ده طالما هو ضعيف او متوسط هتكسبه. انت الكلام ده بتكون في احسن حالاتك وحماس وكذا لما بتلعب فرقه في نفس المستوى ويبقى عندها نفس الامكانيات والقدرات ونفس الحماس، فانت تقول ايه، هكسب او مش هكسب. لما بتيجي تخش مثلا على الفرق الثقيله زي مازيمبي مثلا، الزمالك، الترجي، المستويات اللي هي هيبقى فيها قربه منك. لكن فرقه زي دي لو انت اديت بالشكل الطبيعي بتاعك مع الحماس بتاعك خلاص، لكن قلت في قدراتك اللي انت بتاديها في التسعين دقيقه، حماسهم هيتغلب، خاصة ان هم عندهم بعض الملامح من بعض اللعيبة جيدة. يعني احنا قلنا الباك ليفت اللي هو عبد الحميد عثمان رقم 19 ده كان عامل خطورة من ناحية الشمال. الفرويد اللي اسمه ديوري ده اللي هو رقم 9 اللي جاب الهدف، هم دول تقريبا اللي صنعوا الفرق الشوط الثاني. وفي ولد برضه في نص الملعب اسمه فتاو او فتاو مهاري شوية، رقم 2 ده برضه لعيب كويس. مزبوط. يعني عندهم بعض الامكانيات، ولما لقوا فرقة النادي الاهلي هديت حماسهم زاد، فالحماس قرب المستوى، خاصة كمان أرضية الملعب كانت سيئة. مزبوط. فساعدت شوية الموضوع ده. صحيح. لكن النهاردة لو النادي الأهلي أظهر قدراته الطبيعية، أعتقد أن المباراة تنتهي بسكور يعني من يعني 3 وأنت طالع، يعني صحيح. مش هقول لك 1 ولا 2، لا من 3 وأنت طالع. صحيح. فنتمنى ده يتحقق النهاردة من بداية اللقاء. يعني اتمنى ده يتحقق النهارده وانا شايف قفشه رجع اهوت، ويعني موجود في القايمه. هنتكلم موضوع قفشه بتفاصيل زياده شويه، بس بعد ما اتكلم مع كابتن عادل في موضوع
البدائل يا كابتن عادل. ايوه احنا بنتكلم على البدائل اللي هم الناس اللي على الدكه يعني اللي بره اللي انت البدلاء البدلاء اللي انت بتحتاجها في معظم المباريات تمام اللي انت عن طريقهم ممكن يفرقوا معاك في التغييرات مثلا الشوط الثاني اكيد طبعا واحد غايب ممكن تحط مكانه واحد ممكن يفرق معاك تمام حلو قوي البدائل لما ما تكونش موجوده خلينا نتكلم بصراحه شويه ماشي وعندي دي طيب اتفضل في غياب علي معلول تمام في غياب محمد مجدي قفشه في غياب محمد شريف تمام كويس لا. يعني مثلا شفنا في غياب محمد قفشي مجدي قفشه مستر موسيماني غير طريق بيغير طريق عوده محمد مجدي قفشه النهارده تعني الرجوع ل 4 2 3 1 طيب خليني يا كابتن اقول لك مبدئيا يعني اسمع بس من الكابتن علي بيقول طبعا طبعا 4 2 3 1 ما كده عادي هيقولها يعني مبدئيا عايز اقول لك حاجه حته انك تغير السيستم عشان لاعب دي في حد ذاتها ما بتبقاش مطلوبه قوي ليه لانك انت في بدايه السنه او في بدايه الموسم زي ما بيتقال انت طريقه اللعب بتاعتك بتجيب عليها لعيبتك اولا احنا نرجع هنا لحاجه مهمه قوي مين اللي بيحط طريقه اللعب والسيستم هل المدرب ولا اللاعبين اللي بيحط السيستم الصح اللاعب قصدك امكانيات اللاعب امكانيات اللاعب القماشه اللي عندك بتقدر تعمل لك سيستم خلي بالك اختلف معاك يا كابتن انت بتتكلم خلي بالك انت بتتكلم مع على النادي الاهلي وماله لا انا اختلف مع كابتن على الكواليتي اللي موجوده عند النادي حلو الاختلاف حلو لا هقول لك اختلافه طيب هتختلف معايا ليه هتختلف معاك يا كابتن ماشي يا كابتن بعد هقول لك بعد ما يخلص يا كابتن خلص دي وبعدين نختلف سوا عشان ما انساش بس لا ما اكتب عندك لا ما انا هقول لك ما انا هقول لك يا كابتن هبعد لك الاختلاف ماشي اتفضل المنتخب انت اللي بتلعب بطريقتك لانك انت عندك قماشه عريضه كبيره النادي انت لعيبك لا اللعيبه محدودين انت عندك قايمه 25 لعيب او 30 لعيب كويس انت احيانا تقدر تعمل سيستم واحد لكن في المنتخب تقدر تعمل 10 سيستم كل سيستم انت تقدر تاخد عليه لعيبه نرجع تاني لمرجوعنا لحته البدلاء كويس هل البدلاء في الجيم نفسه في المباراه نفسها انت قصدك ايه منه عايز تعمل ايه بالبدلاء هل انت متاخر في النتيجه فعاوز تنزل واحد تغير فيه سيستم عشان تهاجم ولا هل انت عايز تحافظ على النتيجه فبتنزل واحد يحافظ لك من حته المدافع الدفاع ولا هل انت عشان امكانيات اللاعب اللي عندك ما بيعرفش يلعب الا المكان ده ودي حاجه مهمه جدا يا كابتن ايمن منو الجوزيه لما جه النادي الاهلي وكان عنده عماد النحاس وانا سالته سؤال مباشر لما كنا بنقعد مع واحنا القطاع وبنقعد مع المدير الفني يمكن الكابتن علي كان شغال معاه سالته قلت له كمان. انت والكابتن اسامه قلت له انت ليه بتلعب 3 5 2 يا مستر مانويل قال لي علشان عندي عماد النحاس انا مش عاوز اخسره انا قلنا له كلنا بنلعب 4 4 2 وكانت دي الموضه في العالم كله احنا عارفين ان طريقه اللعب موضه ودلوقتي بقت الموضه 2 يعني كان الاول موضه واحده 3 5 2 العالم كله يلعب 3 5 2 في كاس العالم تتغير بس دلوقتي 4 4 2 انت قلت حاجه في البدايه حسب امكانيات لعبتك ما حسب امكانيات لعبتك انت دلوقتي لما جيت غيرت طريقه اللعب عشان مجدي قفشه مش موجود كويس طب انت ده من بدايه المباراه ده من بدايه المباراه بالظبط طب انت لعبت مجدي قفشه في المباراه وعايز تطور اللعب وهو مجدي قفشه جوه المباراه يبقى انت بالتالي مش هتعرف تطور لانك انت غيرت الطريقه عشان مجدي قفشه فانت كويس. بتلعب يبقى مجدي قفشه انت بتعترف ضمنيا ان لازم يلعب 4 2 3 1 عشان مجدي قفشه اللي يبقى تحت صحيح يبقى انت لما تلعب 4 3 3 يبقى مجدي قفشه مش موجود ماشي. فانت عاوز تطور الهجوم حته هجوميه هتطورها ازاي صح هتطور يبقى انت بالتالي السيستم بتاعك اللي انت بتعمله على حسب مجريات المباراه وعلى حسب الخصم ماشي. انت بتلعب خصم ضعيف مش ده مش هتكلم على ما انا ما عنديش حد بتكلم عموما انا ما عنديش حد ضعيف في كره القدم عموما. انا خايف جدا من مباراه النهارده لان بحب امن لكن انا بكلمك عموما انت دلوقتي عاوز تغير طريقه اللعب عشان مجدي قفشه مش موجود غيرتها رجعت مجدي قفشه هترجع طريقه اللعب طريقه اللعبه مش في يوم وليله طريقه اللعب دي ليها سيستم وليها تدريب وليها فيديوهات وليها 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 عادل معلش هو مش الاسهل هي دي الاساسيه استنى معلش هو مش الاسهل
ان انا بقى عندي بديل لمحمد مجدي. ايوه عشان ما اغيرش، بتكلم على البودله عشان ما اغيرش ريت لعبي. هو يا كابتن علاء دلوقتي احنا عاوزين نتكلم على مشكله في مصر كلها. مشكله مصر كلها انك انت بتبقى في تيم كوره في اربعه بيبقوا عندك في الباك ليفت، وبيبقى عندك لعيب واحد في الباك رايت، وفي خمسه بيبقوا في الديفندر، وبيبقى عندك واحد بس فيرويد. توزيع دي سوء اختيارات مدربين. انا عارف، ما انا عاوز اقول لك يعني انا النهارده انا كمدرب هنا. بص انا اقول لحضرتك على حاجه، انا كمدرب في مصر هنا انا بحب املى القايمه بقى وخلاص املاها. لا 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 هقول لك، مش بس املى القايمه بس، لا مش هملى القايمه بس يا بلال، لا مش هملى القايمه بس. مفيش فرقه في مصر القايمه بتاعتها مش مليانه وفيها واحد او اتنين للدور الثاني، مفيش. بمعنى دور على كل الفرقه يا كابتن، وهتلاقي و90% من الفرقه دي او 99% 98% هتلاقي بيلعب ب 15 لعيب وال14 التانيين اصلا ما لهمش اي تواجد. انت ما فهمتش اللي انا قلته، انت ما فهمتش اللي انا قلته. انا بقول ايه، انا بقول عدم التوزيع الجيد في الاماكن باللاعبين هو ده اللي بيؤدي الى انك انت بتحس عندك اخفاقات كتير. يعني بمعنى الاصح انا عايز اقول لك، في احيانا احنا كنادي اهلي من قيمه 6 سنين لما كان فرقتنا كان عندنا 16 طرف يمين وشمال، لو تفتكروا الايام دي 16 لاعب في الطرف اليمين والشمال، بيلعب منهم اربعه واثنين بيبقوا احتياطي، يبقى انت فاقد 10 لعيبه بيبقوا على الدكه. ليه؟ هم لعيبه جامده ولعيبه كويسه قوي، لكن ما بتستغلش. فاكر احمد الشيخ حاجات كتير اطراف كتير قوي. هنا اعاده صياغه الفرقه بانك انت في واحد تاني واحد جوكر للخط كله. انا مش من مدرسه ان اخلي عندي 25 و30 لعيب من الفريق الاول، انا من مدرسه ان انا اخلي عندي 20 لاعب بس والباقي عندي من القطاع اللاعبين الصغيرين. لكن هي الفكره من الاخر، الحته بتاعه التغيير اللي الكابتن ايمن بيتكلم عليها، انك انت تغير طريقه لعب عشان لاعب. انا من وجهه نظري بتمشي في انديه صغيره، لكن الانديه الكبيره بيبقى انت عندك لاعبين كويسين قوي وعندك اكتر من لاعب، يبقى مجدي قفشه عندك في الوقت ده نصر ماهر كان عليه. انا الموضوع انا بتكلم عشان كده. انا بتكلم على دي النقطه دي. ده اللي انا قلته، انا النهارده الطبيعي نبقى في طريقه لعب اساسيه عندك. ده اللي هي بالنادي الاهلي 4-2-3-1 ماشي، في طريقه لعب اساسيه. كابتن النادي بيختار المدير الفني 4-2-3-1 ولكن احيانا بيختار المدير الفني قبل ادي امكانيات لعيبه. مظبوط، ولكن دي الطريقه المناسبه. بص يا كابتن، لما بيجي المدير الفني بيختار طريقه لعب، هو شايف ان الطريقه اللعب دي هتتناسب مع امكانيات لعيبته وبيطور من صح. انا عندي النهارده يعني هقول لك على حاجه، جوارديولا هو جوارديولا في كل الفرق اللي راحها ما غيرش طريقه اللعب عشان بيلعب، عشان مره في ماشي. في مونشن لا بيعرف يشتري عشان هو بيشتري بملايين. ممكن بس خد بالك يا كابتن اسامه، هو مش بيخسر يعني النهارده لما ساب برشلونه بلال. وراح معانا على الشاشه كابتن بلال صور وصول الفريق نادي الاهلي لملعب المباراه. هقول بس نقطه بس مهمه، لما راح بايرن ما اختارش كل اللعيبه، هو راح بايرن على فرقه بايرن كانت فرقه موجوده، ومع ذلك اشتغل بالسيستم اللي هو بيشتغل بيه. ما غيروش لما راح برده سيتي ثلاثه لعيب يقدروا يعملوا اطاره اللعب، بس ما غيرش كل اللعيبه. لما راح سيتي نفس الموضوع، راح على فرقه جاهزه جاب اثنين، ده اكتر واحد مشتري في سيتي في العالم. أيه فيما بعد يا كابتن، فيما بعد انا بقول لك لما ابتدى في العالم في الشراء اول سنه، بس المشكله قبلان ايه؟ كان قعد سنه واحده عاد. كان المشكله 280 مليون يورو. هي المشكله في حاجه، الكلام بيتكلم عن بلال وانت بتتكلم صح. المدير الفني لما بيجي من اول السنه واول موسم هو اللي بيختار لعيبته، تمام، عشان انا بقعد مع رئيس النادي، انا طريقتي السنه دي كذا كذا كذا، خلاص فاهم. الانديه الكبيره عشان انا عايز بطولات، انا عايز كل بطولات اخش فيها، انك بتلعب في الثلاث بطولات فاهمني. لكن هي المشكله اللي ممكن كان بيتكلم بلال بيتكلم صح، لكن المشكله لو المدير الفني جه مثلا وسط الموسم على فريق خلاص موجود والتشكيل موجود يا اسامه والقائمه موجوده ده كلها، ده يلعب بالطريقه اللي فاتت ويلمس. فهل هو يلعب بنفس الطريقه ولا هل هو يلعب بالطريقه اللي هو عايز يلعبها؟ اقول لك الكلام ده كله، الكلام ده كله اللي هيحسمه ايه؟ القماش اللي انت بتتكلم فيها، نوعيه لعبتك بس كمان هي كده. انت مثلا بتلعب خصم معين كويس، انت قلت المره اللي فاتت انا ممكن العب بالطريقه دي مع خصم قوي بالظبط، ما عملهاش مع خصم ضعيف شويه، لكن لان ولكن ممكن ظروفته تجبرك. بص يا ايمن، هي المشكله اللي بتواجه اي مدير فني في تغيير طريقته حاجه بسيطه جدا، البديل اللعيب. البديل مظبوط، البديل الطبيعي اسامه هو الاساس اللي عندي وهو اللي بيلعب، حصل اي ظرف لاسامه يبقى انا مجهز عادل بنفس مواصفات اسامه، بنفس طريقه لعب، في طريقه اللعب اللي بتريحني
وبتريح جماهيري وبتريح لعيبتي. طب نقف هنا كابتن. بس في نقطه برضو مهمه كابتن يعني برضو عشان بس الناس تبقى فاهمه، لازم نوضح في فرق بين الفورميشن تمام 4-3-3 ولا 4 والمهام اللي في الملعب. مظبوط تمام. الفرقه كلها بتلعب ب 4-3-3 او 4-3-3 ولكن التنفيذ اللي في الملعب نفسها مظبوط. يعني امكانيات اللاعبين يعني ايه اللي مخلي مثلا الناس معلم معاهم فايلر لحد دلوقتي مثلا يعني صح، عشان المهام اللي كان مديها للعيبه داخل الملعب هي نفس الطريقه على فكره. مزبوط. عشان نفس الطريقه ولعيبه عايز اقول لك اقل في الامكان مش اقل يعني كانت ما عندوش الفرايتي كتير، ما عندوش لعيبه كتير. بلال عشان كده طريقه اللعب انا مقتنع بدي تماما. مش طريقه اللعب اللي بتكسب. مش طريقه اللعب اللي بتكسب، لانه في فرق كتير بتلعب نفس طريقه اللعب بتلعبكم على طول ولكن تنفيذ في الملعب جوه الملعب في الملعب. خلينا نقول لكم تشكيل النادي الاهلي على فايلر في واحده. أقول لك حاجة، فايلر جه في مباراة من مباريات الدوري وكانت مهمة جدا علشان ما يغيرش طريقة لعبه واحنا انتقدناه فيها. لعب مجدي قفشة ناحية اليمين مباراة الزمالك وخسرنا 3-1 وكان مكسب الزمالك كان من ناحية الطرف اليمين محمد هاني. قلنا أخطأ على فكرة. صح طبعا مظبوط طبعا علشان هو ما يغيرش. أنت هو كابر في انه ما يغيرش مجدي قفشه فوداه مكان ما ينتكش فيه. صح. كان الافضل انه يغير طريقه لعبه بمجدي قفشه ينزل في وسط الملعب ويلعب واحد اقل شويه ولكن ده مكانه هيعمل الواجبات الدفاعيه. علشان كده عدم تغيير طريقه اللعب وطريقه وشكل اللاعبين نفسهم ما تغيرهم. بص طريقه في طريقه لعب لاي مدرب أساسية. زي ما علاء قال وزي ما بلال قال وزي ما عادل كلنا متفقين على كده. انا لما بروح فرقه بيبقى عندي انا عايز العب 4 مثلا 2-3-1 ورايح على هذا الاتجاه، ده الاساس اللي انا بعمله. ولو انا جايب زي ما علاء قال من اول سنه بجيب لعيبتي على هذا الاساس. أيوة. ولكن في بعض الظروف بتجبرك، بعض الظروف تجبرك انك تغير طريقه اللعب. مظبوط. اصابه لاعب البديل بتاعه مش موجود. الفرقه قويه بتلعب بشكل معين، انت رحت في وقت معين على فرقه ما لقيتش امكانيات اللي تسمح لك فغيرت طريقه اللعب. ساعات بتروح انت عايز تلعب 4 مثلا 2-3-1 رحت لقيت ان خط الدفاع مثلا ضعيف قوي وعنده ثغرات بتاع، بتغير فكرك انت تلعب مثلا 5-3-2 او 3-5. فهي لكن اساسا كل مدرب في الاخر عنده طريقه لعب في الاخر بيلعب بيها. في الاخر يا اسامه امكانيات لعيبتك بالظبط هي اللي بتبقى يعني هي كده. في ناس بتقول لك في ناس اطلع فاصل. لا خلينا ناخد الفرقه اللي هتبدا النهارده. ماشي. علي لطفي حارس المرمى، و ناحية اليمين أكرم توفيق، ناحية الشمال علي معلول، اثنين في القلب أيمن أشرف وبدر بنو، اثنين قدامهم أليو ديانج وعمرو السولية، ورباعي المقدمة كهربا وليد سليمان محمد مجدي قفشة ومحمد شريف. هنقول تاني، علي لطفي حراسة المرمى، أكرم توفيق ظهير أيمن، علي معلول ظهير أيسر، أيمن أشرف وبدر بنو قلبي الدفاع، الخط الوسط الدفاعي أليو ديانج وعمر السولية، ورباعي المقدمة كهربا وليد سليمان محمد مجدي قفشة ومحمد شريف. الاحتياطي النادي الأهلي النهاردة مصطفى شوبير، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، محمد محمود، طاهر محمد طاهر، محمود وحيد، محمد هاني، حسين الشحات. مرة تانية احتياطي النادي الأهلي مصطفى شوبير، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، محمد محمود، طاهر محمد طاهر، محمود وحيد، محمد هاني، حسين الشحات. كابتن بلال كان اتكلمنا على موضوع البودلة. كابتن علاء ميهوب اتكلم في نقطة مهمة جدا، ان انت احيانا بتغير الطريقة في الملعب. كابتن عادل قال لك هو ساعات بتبقى حسب ظروف المباراة وحسب ظروف الخصم اللي قدامك والتوقيت نفسه. والتوقيت طبعا بقول يعمل كلمه مهمه يعني. والتوقيت طبعا. طيب احنا شفنا، ده مش انتقاد، ولكن احنا شفنا في بعض المباريات مستر موسيماني بيلعب بثلاثه في نص الملعب، وثلاثه في نص الملعب دي بعض الناس بتاكد ان هي بتبقى تامين دفاعي اكتر من انها تبقى طريقه هجوميه. صحيح مظبوط. صحيح ومظبوط. صح. ومع ذلك بعض المباريات اللي احنا لعبناها بثلاثة في نص الملعب بنكون متقدمين والخصم يقدر يرجع في المباراة على حسب الكواليتي اللي في نص الملعب والكواليتي اللي قدام.
يعني النهارده مثلا لما نيجي نقارن الفرق ببعضها، هنبص مثلا فرقه ليفربول. ليفربول ما بيعتمدش على الثلاثه بتوع نص الملعب كصناع لعب، بيعتمد ان هم بيقطعوا بيضغطوا بيقدروا يوصلوا للثلاثه بيسلموا بس، تمام، يوصلوا للثلاثه عندهم الكواليتي، عندهم السرعه وعندهم المهاره وعندهم الحته التهديفيه عاليه جدا 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 كويس. يعني بتشتغل بتطلع كويس قوي، بتضغط كويس جدا وبتوصل تمام حتى من نص الملعب كمان. يعني في اوقات كتير صلاح بيستلم نص ملعب وبيعمل هجمه لوحده. ساديو ماني نفس الموضوع، تمام. ايا كان بقى جوتا، فيرمينيو، مين اللعيب اللي بيلعب في راس الحربه، هو بيشتغل على الثلاثه اللي قدام وبيأمن بشكل كويس جدا ويضغط كويس قوي. فالحته دي ماشيه او الستايل ده ماشي مع طريقه لعب لما بيعتمدوا على السرعات والكاونتر اتاك. ده الشغل اللي بيشتغل عليه ليفربول وناجح فيه بشكل كويس. واحيانا كمان بنشوف كرات طوليه، واحيانا للسرعه للسرعات اللي موجوده. ما انت عندك لعيب عنده سرعه وعنده مهاره وبيعرف يسجل اهداف، مظبوط. فبتشتغل عليه بكل يعني بكل الوسائل، هتشتغل عليه كاونتر اتاك، بتلعب له الكره الطويله، بتتسلمه من نص الملعب، وهم بيشتغلوا بشكل كويس جدا لانه يمتلكوا الحته دي. صح. في فرقه ثانيه ما تعرفش تعمل الكلام ده. في فرقه ثانيه يبقى انت بتشتغل على البلاي ميكر، بتعتمد على صانع اللعب، مظبوط، صانع اللعب، اللعيب اللي عنده المهاره، اللعيب اللي عنده الامكانيات. يعني مثلا دي بروين في 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 في, في السيتي، هو اللعيب اللي عنده المهاره اللي بيقدر يوصل، اللي بيعمل الثرو باسز. انت في الاهلي هقف معاك هنا. بعد اذنك هقف معاك هنا، ماشي. محمد شريف بيعتمد بنسبه كبيره جدا على التمريرات البينيه، صحيح، كويس. التمريرات البينيه اغلبها عن طريق محمد مجدي قفشه، مظبوط. لما محمد مجدي قفشه يغيب، يغيب محمد شريف؟ بيغيب، يغيب. طبيعي طبيعي طبيعي. ومعنى عوده محمد مجدي قفشه عوده محمد شريف للتهديف. ما خد بالك، انا هقول لك على الحاجه دي، هي دي قدرات لعيبه وامكانياته. وانت ازاي بتعمل، احنا كنا بنتكلم في الماتش اللي فات واللي قبليه، ازاي الربط، انك بتعمل الربط ما بين اللعيبه وبعضها في الملعب، بتربط ازاي. يعني النهارده علي معلول بيلعب ناحيه الشمال، لو ما معهوش ليفت وينج كويس مش عارف يشتغل، لازم واحد يدخل لجوه ويسيب له المساحه، يلعب معاه الدبل باص، التيك اوفر والاوفرلاب والحاجات دي. بيشتغل كويس علي معلول في وجود لعيب بيقدر يفهم علي معلول في الملعب، فبيطلع رقم واحد في اللعب في الجيم. كويس. لو ما اشتغلش معاه واحد بيقدر يضم لجوه ويبقى راس حربه تاني في بعض الاوقات، يسيب مساحه لعلي معلول، مش هتلاقي امكانياته علي معلول ظهر. معانا كابتن ارقام قفشه، 12 مباراه، 3 اهداف، 5 اسيست، صناعه فرص 12. طبعا انت بتتكلم يعني عن نسبه عاليه، ارقام كبيره. ارقام كبيره لواحد من افضل صناعه فرص. كام؟ 12. صناعه فرص 12. 12. يعني احنا جبنا كام جون بقى في الفتره اللي فاتت ده في دوري الابطال؟ خلي بالك، بص، دوري الابطال على دوري الابطال يا كابتن. جبنا كام جون في دوري الابطال؟ هتبص تلاقي لو انت جبت احصائيتها، بص تلاقي الفرق قليل جدا. يبقى كلام بلال تمام 100% انه لو قفش مش موجود يبقى مفيش صناعه اهداف. ده اللي انا بقوله. ده معناه؟ معناه كده. يعني ودي مشكله، او واحد شبيه لازم تغير بقى نفس ما انت لازم تعمل واحد. هو يعني هي 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 انت قصدك ايه؟ طريقه لعب محمد شريف تتناسب مع اسلوب لعب قفشه. تحتاج واحد يوصله. ما انت في وقت من الاوقات، انا كفيرويد، انت بتشتغل ازاي يا كابتن ايمن؟ بتشتغل ازاي؟ طب ما تيجي نشوف مع بعض الاسيست اللي عملها شريف، اللي عملها قفشه لشريف. طب نشوفها مع بعض. اكتر من نص جوال قفشه. اكتر من نص جوال شريف هو من صانع قفشه. طب نشوفهم مع بعض لو موجوده. اتفضل. ماشي، اتفضل. ماشي يا كابتن. مش راح في ويتشر. ادي الاولانيه. راح في ويتشر كويس؟ عندكش بديل؟ ماشي. الثاني، ادي الثاني. انت بتتكلم برضو على محمد مجدي قفشه. ادي الثاني. انت كده هتجيب، انتوا هتجيبوا لنا كده. خد بالك، هو الميزه في شريف التحركات القطريه والطوليه. مظبوط. التحرك الطولي والقطري محتاج لعيب يبقى رابط معاك بشكل جيد جدا، عشان التسلل، عشان الرؤيه الجيده، العين الصائبه اللي التوقيت بتشتغل المناسب. عليه التوقيت المناسب، التايمنج بتاعه طبعا. صح. فده مجدي عنده، او قفشه عنده الميزه في الحته دي، بيعرف يبص كويس قوي، بيختار التوقيت المناسب جدا، بيحط لك الكره في مكان انت تقدر كراس حربه تستغلها بشكل كويس، تقدر تسجل منها هدف كويس. شريف مش من نوعيه اللعيبه المحطه اللي تقف في ظهرها ويستلم ويبقى محطه ويستنى ويخرج اللعيبه، لا. او من اللعيبه اللي بتعتمد على الكرات العرضيه. مش من اللعيبه اللي بتشتغل الحته دي. فدايما عايز لعيب بالنسبه له زي بتوع السله كده، عايز لعيب بصير. عارف اللعيب البصير؟ اللي بيشوفك انت بتتحرك فين، بيحطلك في التوقيت المناسب في الوقت المناسب، بعض الاوقات اللي بيحركك او بيجبرك انك تتحرك. هي دي الميزه اللي موجوده، وهو ده الربط اللي موجود ما بين شريف
وقفشه لما بيغيب صح. لما بيغيب في ادائه كمان مش بس لما بيغيب بره الملعب أه. لما شريف لما قفشه بيقل بتحس ان محمد شريف ناقصه حاجه عنده أيه. عنده ناقص في اللعب أيه. السؤال هنا على فكره غياب قفشه مش بيأثر في في محمد شريف بس بيغير في طريقه اللعب السيستم كله في اداء الاهلي وسيطرته على وسط الملعب يعني مش تاثيره على شريف صح يا كابتن اسامه مظبوط. طب سؤال هنا لو 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 احنا بنلعب 4-3-3 ومجدي قفشه موجود هيقدر يدي لشريف الباص الكبير؟ لا لحظه واحده لو مجدي لحظه كابتن عادل كابتن عادل ان مجدي قفشه انت انت هتبعد هتبعد مجدي قفشه عن مكانه كده 4-3-3. انا عاوز اقول لك القصد في ايه. مش معنى ان مجدي قفشه هو اللي بيلعب شريف بس ده علشان مكان مجدي قفشه ده المكان الوحيد في 4-2-3-1 اللي اللعيب اللي ما بيبقى ما بين الدفاع ونص الملعب للفريق الخصم فما بيتمسكش كتير ده مجدي قفشه. لكن لو لعبت مجدي قفشه ثالث في وسط الملعب هيتمسك في وسط الملعب هتلاقي تمريراته لشريف اقل كتير علشان كده لما غير يعني مثلا عمرو السليم. احنا بنتكلم على البوزيشن احنا بنتكلم على ان ده مجدي قفشة بيجيد في المركز ده أنا ما عارف. انت لسه قايل لما فايلر بعده وداه على الجناح فقدنا خطوره مجدي قفشة. انا فاهم يا كابتن دلوقتي يعني عمرو السليم ماشي لو انا في وسط الملعب وظيفتي اهم حاجه ان انا ابقى ديفندر. عمرو السليم مش ديفندر 100% بيهاجم وبيدافع المفروض عكس حمدي فتحي. حمدي فتحي ممكن يدافع كويس لكن انا عاوز اتكلم في ايه في السليه. هل السليه بيعمل سرو؟ هل السليه عمل اجوان كتير؟ بيعمل بيعمل بس مش زي قفشه. بالظبط ايوه علشان مكان قفشه بس عشان مكان قفشه. لكن لو ايوه هي قدراته وامكانياته. لكن لو وديت السليه تحت الراس حربه لو هو بيعمل جونين ثلاثه في 6 ماتشات هيعمل له 4 تجوان. ليه؟ لان المكان ده بيديك فضاء بيديك فضاء يا كابتن. لا انا مختلف معاك بيستلم فضاء. اقول لك عادل لا لا بلال معلش لا اتفق معاك بس استنى بس اتفق معاك خلي بالك في لعيبه لما بتغير الموقع بتاعها لعبه يقل. طب يعني بمعنى ايه؟ السليه وهو جاي من تحت الكرات التمريريه زي علي معلوم طوليه طيب وهو جاي من رقم 6 ويطلع لقدام. لكن لو هو لعب في المكان ده متقدم من الاول صعب عليه بيبقى صعب عليه. طيب يعني السليه لعب اكتر من مباراه. طب انا اقول لك كلمه في المكان ده واحرص اهداف وعمل 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 يا بلال يا بلال يا بلال يا بلال انا اقول لك مثال سامع عادل بس انا اقول لك مثال مع فرقه نادي الزمالك. يعني فرجاني ساسي لما كان بيلعب نادي الزمالك لما يلعب جنب طارق حامد ويبتدي من تحت بيبقى افضل بكتير لما كانوا يلعبوا له 2 ديفندر وهو يطلع لقدام. في لعيبه لما بتطلع من مركزها لمركز متقدم رؤيتها للملعب مساحه رؤيتها للملعب بتقل وتتغير وما بيقدروش يلعبوا. طب ما تيجي نشوف كابتن علاء ما سمعناش صوتك احنا في الماتش دي خالص. الكلام 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 كله متقارب على اللي في دماغي بس انا في ايه اللي في دماغك؟ نفس الكلام بس انا في حاجات كده لا في حاجات ما اقتنعتش بيها هو في حاجات عامه في كره القدم ما اقتنعش بيها يعني زي ايه؟ زي ما ينفعش يبقى عندك لعيب ملوش بديل صح في طريقته. انا معاك في دي كويس. ما ينفعش ان فرقته كلها تبقى لعيب واحد بس او اثنين يعني معلش مظبوط ده مش في دماغي يعني الكلام يعني فريق كبير كمان فريق في حجم النادي الاهلي الفرقه الكبيره كلها كده لما اللعيب ده في وقت هيجي هيغيب لا قدر الله اصابه حصل اي حصل. حاجه ايقاف اي حاجه مستواه وحش لما كان بيكلم بلال الكلام ده كله انت معرض وارد وارد في كره القدم. مفيش لعيب بيفضل طول الموسم مستواه ثابت صح فلازم تبقى الحلول موجوده في الملعب. مظبوط الحلول موجوده في الملعب. نفرض النهارده الحلول في البديل في مش في تغيير الطريقه. الحلول عندك انت انت كمدير فني عندك ماشي. يعني نفرض في مباراه كده لقيت مثلا واحد مع محمد مجدي مش سايبه مش عايز حاجه خالص من الكوره انا كفريق نادي اهلي اقف خلاص فرقتي على كده ما ينفعش. تبقى عندي حلول تانية كويس حلول تانية الاطراف حاجه كذا ماشي. حل ماشي. لكن وانا مرتبط عمر نادي الاهلي على فكره ما كان مرتبط بلعيب دي صح. كلمه عيب على صح. فكره صح. صح. يعني دي كلمه عيب. انا معاك في دي اللعيب النادي الاهلي طول عمره عنده نجوم طول عمره عنده حلول كبيره قوي لا لا وعنده الحلول في الملعب كتير قوي. ايمن النادي الاهلي كانت جت عليه فتره كل لعيبته نجوم فالنهارده اما ده يتمسك ده يتمسك انا اقدر عندي الحلول صح. لكن النهارده مثلا بلال وعادل خلاص اتمسك وابقى انا كنادي اهلي اقف لا. لا هتلاقي حل اسامه هتلاقي 100 حل صح. دي الفرق الكبيره الفرق الكبيره الحلول موجوده في لعيبتها الناس المؤثره ما ده في لعيبه عندك مؤثره جدا في ادائك زي محمد مجدي تحركات شريف علي معلول دول ما تقدرش تتكلم عنهم لكن
لو حصل في المباراه دي او في اليوم ده ان اللعيبه دي مش في حالتها، عندك اخاف، عندك اصابه، انا عندي حلول تاني في الملعب، بدايل جوه فرقتك جوه الملعب تقدر تلاقي الحلول كتير. ولكن انا مش هفضل طول عمري معتمد على استلام محمد مجدي في التلت الاخير وتحركات زي ما كان بيتكلم بلال، تحركات بتاعت شريف بالسرعه بتاعته دي بين الاثنين المساكين ماشي جميل، بس نفر دي قفلت، يبقى انا عندي حاجه ثانيه، عندي اطراف، عندي تسديد، عندي خلي بالك النقطه اللي بتتكلم فيها كابتن كمدير فني. ايوه انا بتكلم عن مدير فني، انا في الاول في الاخر مدير فني هو المسؤول، طبعًا هو اللي بيحط. انا بتكلم انا بتكلم على وجهه نظر النادي، لكن احنا بنتكلم على وجهه نظر المدير الفني. انا بتكلم على ايه يا بلال؟ انا دايما باجي اقيس، يعني الانديه الكبيره دايما اقيس في النادي الاهلي بحكم الواحد بقاله كتير قوي الحمد لله في النادي الاهلي. انت دايما عندك حلول كتير قوي يا بلال طول عمر النادي الاهلي. صح. بقى فيه نجم واتنين هم السوبر ستار هم اللي معلمين قوي. حلو قوي. وبمناسبه الحلول، احنا مثلا الماتش اللي فات انت ابتديت تلعب في نص ملعبك وبتعتمد على الكرات الطوليه، مش لعبتك. ماشي، حلو قوي. احيانا في المواقف اللي زي ديت انت بتحاول تستخدم الاطراف كويس، وخصوصا الطرفين اللي هم الظاهرين كويس. احنا اول ظهور شفناه من ناحيه اليمين في الدقيقه 78 لاكرم توفيق عشان انت الشوط الثاني يا ايمن انت فاقد لعبك. عمر النادي الاهلي ما كان كرة. يا ريت لو معانا كمان اكرم توفيق، وطبعا اكرم توفيق تالق في الفتره الاخيره تالق غير عادي وبيلعب مش في مركزه الاصلي، ولكن تألق بصورة يعني كبيرة جدا، يعني كلنا ما كناش متوقعين ليه التألق ده في مركز الظهير الأيمن. عشان هو لعيب عايز يلعب كورة، عايز يلعب يبقى موجود في النادي الأهلي. جات له فرصة، مش لا أنا مش هلعب من ناحية اليمين عشان ده مش مكاني، لا هي دي اللعيبة اللي أنت بتحبها. كل مدير فني بيحب النوعية بتاعت أكرم دي الموجودة. صح. بيلعب ومش مجرد يعني أنت بتشغل مركز، لا انا عايز بلعب وعايز اثبت نفسي وعايز ابقى نمره واحد. ليه مش نمره واحد؟ يعني النهارده عندك ناحيه اليمين كان عادل بيتكلم، عندك محمد هاني وعندك اكرم، انت ما عندكش مشكله حد يغيب خالص. طبعا ما فيهاش مشكله بالمره خالص. يعني دايما كنا نقول لك ايه، المباريات الخارجيه الصعبه الثقيله ممكن يبقى نعتمد على اكرم مدافع اكتر، محمد هاني هجوميا اعلى. مزبوط. كويس. الوقت انت فيه كمان اكرم بدا يعمل حاجه جديده، انه بقى كمان بقى بيهاجم. صح. فانت عايز النوعيه دي، انت عايز النوعيه دي يا ايمن، هي دي النوعيه المطلوبه عندك. أيه. لكن في الاخر الفرقه الكبيره بص يا كابتن اكرم، هو زي ما انا بتكلم، بص اكرم خد الكره منين؟ ما لا بلا، وبص هو اللي عمل الهجم، عمل الكروس من بعيد حلو قوي، وهتلاقي في كره بعد كده لضربه الجزاء اللي غير محتسبه، ودي كره ثانيه طويله يمكن، وهو اللي عاملها برضو اكرم مظبوط، باصه واستلم وهو اللي كمل اتلعبت، بس طبعا ضربه جزاء ده اكيد. بص مدافع زي ما كان عادل بيتكلم، مدافع بامتياز، هو كمان مدافع يعني صوره جيده، هايل بجد. صح. طبعا روحه يعني حدث وحرج هنا برضو، يعني كل اللقطات دي كانت في نهايه الشوط الثاني، يعني هات المباراه من دي بتاعت البينالتي مثلا، مش كده؟ دي بتاعت لا 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 هي لا 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 الثانيه استلم استلم وعدى من الجنب. ايوه من الجنب. فهي دي انت محتاج النوعيات دي، محتاج النوعيات دي، هي دي النوعيه اللي انت عايزها. بعتمد على اثنين او ثلاثه في الفرقه، ناس نجوم كبير قوي، لكن نفرض الناس دي مش موجوده. صحيح. الحلول عندي موجوده في الملعب ومتدرب عليها. صحيح. وعارف بشتغل ازاي عشان ما اعطلش. الانديه الكبيره ما بتعطلش عشان لعيب او اثنين. مظبوط. طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل حديثنا الشيق مع نجومنا الكبار، ارجوكم انتظرونا. ورجعنا لكم مره ثانيه بعد فاصل اعزائي المشاهدين، هنتكلم عن اكرم توفيق، ولكن خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح ملعب المباراه يعرفنا من هناك ايه اخر اجواء عنده. اتفضل يا فاروق. طبعا كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، وكل التحيه والشكر لضيوفك الكرام، كباتن مصر الكابتن علاء ميهوب، الكابتن اسامه عرابي، الكابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل احنا هنا في استاد الاهلي ويا السلام، يعني قبل انطلاق مباراه الاياب اللي هتجمع ما بين الاهلي والحرس الوطني في دور ال 32 لدور ابطال افريقيا. خليني اقول لك ان من البدايه ملعب الاهلي ويا السلام يتزين في اجمل وابهى صوره، تعديلات كتير تم
تمت على الملعب ودور كبير جدا من خلال قناه النادي الاهلي. بنشكر شركه استادات الوطنيه وشركه استادات ودورها المهم جدا في تطوير ملعب الاهلي ويا السلام اللي بيظهر في اجمل وابهى صوره. اتكلم على اللقاء طبعا منذ يعني لحظات مستر بيتسو موسيماني كان اعلن تشكيل النادي الاهلي وحاله التركيز طبعا وطالب اللاعبين بالتركيز والفوز في هذا اللقاء. طبعا هيكون تشكيل النادي الاهلي علي لطفي في حراسه المرمى قدامه اثنين مساكين ايمن اشرف وبدر بنون، اكرم توفيق في الجانب الايمن وعلي معلول في الجانب الايسر، اثنين في قلب دايره المنتصف عمرو السليه واليو ديانجو قدامهم، ثلاثه محمد مجدي قفشه وليد سليمان ومحمود عبد المنعم كهربا وراس الحربة محمد شريف. خرج من قائمه الاهلي لهذا اللقاء حمزه علاء واحمد نبيل كوكا موجود على مقاعد بدلاء النادي الاهلي، احمد مصطفى شوبير، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، حمدي فتحي، محمود وحيد، محمد محمود، محمد هاني، طاهر محمد، طاهر وحسين الشحات. على الجانب الاخر مستر زكريا ابراهيم مدير الفني لفريق الحرس الوطني اعلن تشكيله ويعني عمل تبديلين عن اللقاء الاخير اللي يعني اللقاء الذهاب، وهيكون مكون من هميسه في حراسه المرمى قدامه اثنين مساكين عبد الوهاب عثمان رقم 13 وسيني عبد الرزاق رقم 14 في اليمين، حسن ابو بكر رقم 3 في الشمال، عبد الحميد عبد الله رقم 19 في قلب دايره المنتصف، 2 موسى كاسو رقم 8، عبد الناصر عمر رقم 5 قدامهم، 3 دومينيو رقم 10، على يمينه اسوفا رقم 11 وعلى شماله اللاعب دانيال اوكون رقم 20 وراس الحربه رقم 9 ديوري. عايز اقول لك ان طاقم التحكيم يعني لدى وصوله ده يعني توجه الى الملعب واثنى على ارضيه الملعب، وايضا مستر بيتسو موسيماني اثنى على ارضيه الملعب. ان شاء الله يوم يكون مميز وموفق لفريق النادي الاهلي يتجاوز عقبه فريق الحرس الوطني ومن ثم الصعود الى دوري المجموعات. انا موجود معاك يا كابتن ايمن لو في اي استفسار او اي تساؤل. شكرا جزيلا زميل العزيز فاروق صلاح، الف شكر يا فاروق. طبعا هو فاروق قبل ما نتكلم على التشكيلات النادي الاهلي ونادي الحرس الوطني، في مفاجاه حصلت في نتائج مباريات الذهاب لدور 32. امازولو بطل جنوب افريقيا اتعادل مع مازيمبي من الكونغو في الكونغو 1-1، وكان نتيجه مباراه الذهاب 0-0، وبالتالي خرج مازيمبي من البطوله. مازيمبي احد الفرق العريضه في افريقيا. كابتن اسامه، لو استعرضنا مع بعض تشكيل النادي الاهلي، بيلعب النهارده علي لطفي وبدر بنون وايمن اشرف في القلب، يبقى عندنا تغيير بدر بنون مكان ياسر ابراهيم. محمد هاني بيبدا النهارده على حسابه اكرم توفيق، يبقى ده تغيير تاني. علي معلول زي ما هو. بيلعب مستر موسيماني النهارده باتنين بس، عمرو السليه واليو ديانج. يبقى احنا مفيش حمدي فتحي لان احنا غيرنا طريقه، بقت 4-2. ورباعي المقدمه معانا كهربا، وليد سليمان، قفشه، ومحمد شريف. نتكلم برضو على بدايه وليد سليمان على حساب طاهر محمد طاهر، وقفشه بيبتدي النهارده على حساب طبعا حمدي فتحي عشان ما بيلعبش ولعبنا اتنين بس، يبقى قفشه بدا قدام ومحمد شريف زي ما هو. يعني انت بتتكلم على تقريبا اربع او خمس تغييرات، لان في قفشه ظهر ووليد سليمان كمان ظهر. اربعه ماشي، يبقى عندك اربع تغييرات النهارده. هو اولا منطقي رجع للطريقه الطبيعيه بتاعته اللي 4-2-3-1، الطريقه اللي الاهلي بيلعب بيها وبيجيد فيها. وكمان بتلعب على ملعبك، فطبيعي انك انت بتركز في القدرات الهجوميه اكتر. يعني كويس، اول حاجه عوده بدر بنون ومجدي قفشه تدي الثقه. عندهم حاجتين، بدايه الملعب الاول كويس، الملعب غير ملعب اللي احنا لعبنا فيه في مباراه الحرس الوطني الاولانيه كويس، فده هيدي اجاده في التمرير واللعيبه هتبقى مستريحه اكتر انها بتلعب في ملعب كويس كويس. لكن عندك تغيير بدر بنون ومجدي قفشه مميزه في 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 حاجتين ثلاثه مهمين. اول حاجه بدر بنون بيدي ثقه للخط الخلفي كله، صحيح، ما بيتهزش، واثق في نفسه، عنده تمرير جيد جدا، ولذلك لما بدر بنون بيغيب بتحس شويه في لخبطه شويه في خط دار النادي الاهلي، في توتر في بدر بنون لما بيلعب بتحس بهدوء كبير، صحيح،
علاء كان بيتكلم على موضوع القياده، بتحس ان عنده قياده رغم ان هو في الخط الخلفي، ولكن بيعرف يوجه، بيعرف يقول لده اطلع، بيشاور لده عشان يبصيله، وبعدين بيجيد في التمرير كويس، ودي مهمه جدا. يعني عنده قياده وعنده تمرير وعنده هدوء كويس، فهيدي ثقه لخط الظهر، وكمان بيعرف يلعب الناس اللي قدامه. يعني تمريراته اللي قدام لنص الملعب او للفراوده او كده بتبقى نسبه الخطا فيها قليله، صح، بيخليك تحتفظ بالكوره. مظبوط. نفس الشيء مجدي قفشه. مجدي قفشه عنده التمرير بتاعه جيد، عنده رؤيه جيده بقى في التمريرات البينيه والحاجات دي، انا يعني دي هتكلم فيها بعد كده، لكن الاول عنده حسن سيطره على وسط الملعب، يعني من اللعيبه اللي ما بتخافش، تملي بتطلب الكوره وعنده حلول. يعني وعنده حلول، يعني في لعيبه لما يجي يبص التمرير غلط مثلا مره او مرتين يكش ويستخبى وتحس ان هو بيتدارى. لا، مجدي قفشه ما عندوش دي. أيوة. مجدي قفشه حتى لما بيغلط مره واثنين وثلاثه بيجي لك عشان يطلب منك الكوره، بيتحرك لك عشان ياخد الكوره، صح. فعنده جرأه في الجزئيه دي، وعنده تمرير جيد، يعني بيعرف يمرر جيد التمرير العادي الاول، ثم عنده التمرير اللي هو كلنا بنتكلم فيه، اللي هو التمرير البيني، التمريرات الخطر، يعني اللي هي بيعملها لشريف في العمق، او يعملها الكهرباء، او لوليد سليمان، او لاي حد من الخط الامامي يعني، او اي حد، فهو عنده رؤيه كويسه في التمرير. فالاثنين دول تحديدا الاول هيحسنوا اداء النادي الاهلي في الاستحواذ والسيطره، وعندهم تمرير جيد، وزي ما قلنا مجدي قفشه كمان يتميز بجزئيه انه بيعمل تمريرات بينيه وبيعرف يكمل مع الفراوده كويس. اكرم توفيق وهاني، احنا قلنا مفيش اختلاف كبير قوي. هاني قدم مباراه جيده هناك. اكرم مستو انه لما لعب في المكان ده، انا بقول بقى اكرم من اهم مميزاته ان عنده قلب شجاع قوي. صحيح. يعني قلبه قوي جدا وحامي جدا. ودي نوعيه مطلوبه في لعيبه النادي الاهلي، يعني تملي لعيبه النادي الاهلي باختلاف السنين اللي احنا لعبنا فيها او دربنا فيها، او لو كنا بنتفرج، تملي فيه لعيبه في النادي الاهلي بيتميز بالجزئيه دي، ان اللعيبه اللي هي عندها يعني هارد وورك على طول وحامي على طول، فدي اول ميزه في اكرم توفيق مميزه عن لعيبه كتير جدا في مصر. يعني قبل بقى كمان الامكانيات، اللي هي طبعا اللي احنا قلنا الامكانيات دي مهمه جدا، امكانياته بقى الفنيه، وقفته ازاي، يعرف يغطي ازاي. فاكرم دي اول ميزه عنده، انه تملي حيوي وحامي. الحاجه الثانيه ما بيترقصش بسهوله في المواقف الدفاعيه، صلب عنيف قوي، يعني ما يعني الفرود اللي بيلعب عليه او الجناح بيلعب عليه يقلق، تملي قوي في التحاماته كده، احيانا بيبقى عنده شيء من التهور، ده هيكتسبه بالخبره وبالوقت. النواحي حتى اللي ابتدت، اللي كنا بنعيب عليه فيها، النواحي الهجوميه ابتدت تتحسن، وان كانت لسه ما وصلتش لانه مش مكانه اصلا، مش مكانه لعيب طرف، يعني هو اصلا وسط مدافع، لكن مش مكانه لعيب طرف. فالنواحي الهجوميه بيأدي فيها وتحسن فيها، ولكن عايزه برضو مزيد من التطوير، ازاي امتى يخش للعمق، امتى يطلع لبره عشان يعمل كره عرضيه مثلا على القائم الاولاني، على الارض، فوق اللي جاي من الزاويه البعيده، لكن اضافه برضو. فكنا يعني هاني واكرم دي ما فيش فرق كبير، لكن قلنا مميزات اكرم. وليد سليمان طبعا فتره طويله غاب، وواضح انه اللعيبه كمان الجديده ما دخلتش في القايمه، فحتى لما تشوف القايمه بره اللي عندهم هجوم شويه طاهر وحسين الشحات، الباقي كله ومحمد محمود بيلعب كصانع لعب، لكن المعظم بعد كده مدافعين. فيمكن وليد سليمان الماتش اللي فات نزل عمل حيويه هو واكرم لما نزلوا، فهو الراجل اداله النهارده، وليد عنده خبره كبيره، يقدر يروح يجيب جون، عنده ثقه في نفسه، ولكن هي بس المشكله انه مجدي قفشه ووليد هيبقوا للعمق اكتر، يعني ما تعرفش دلوقتي هل وليد هو اللي هيبتدي في العمق، ولا قفشه هو اللي هيبقى بره، او العكس. أيوة. فممكن يتبادلوها يعني. أيوة. لانه الاثنين ما عندهمش حته اللعب على الطرف قوي. وليد. أيوة. طبعا لما كان في مرحله عمريه قبل كده كان بيقدر يؤديها، كان اساسا هو بيلعب على الجناح، يعني الناحيه البدنيه ما تسعفوش، فهو بيلعب اكتر للعمق. فهل مجدي قفشه هو اللي هيبقى بالطرف شويه؟ هيتبادلوها يعني. لكن وليد طبعا لعيب كويس، ويمكن مستر موسيماني
عايز يستفاد منه اطول وقت ممكن ويخلص الماتش، وبعدين مثلا بعد 50 دقيقه او 60 دقيقه رايحه ياخد منه اللي يقدر عليه. فطبعا التشكيل جيد بالنسبه للفرقه ديت، واعتقد ان شاء الله النادي الاهلي التوفيق هيكون معاه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن عادل، رؤيتك لتشكيل النادي الاهلي النهارده، وهل كنت تتوقع حاجه ولقيت حاجه ثانيه؟ لا، يعني يمكن وليد سليمان هو المفاجاه الكبيره. انا كنت اتمنى ان هو ياخد الجزء الاخير ومش الجزء الاولاني. دايما اللعيب اللي راجع من اصابه وعنده عمر بديل يبقى انت بتجهد له الفرقه الاول وبعدين ينزل يلعب. ده لما انت يبدا مع الفرقه وهي الفرقه بكامل لياقتها في البدايه فيتعبه وليد شويه. اما الحته اللي الكابتن اسامه اتكلم عليها اللي هي التبادل مكان قفشه ومكان وليد، اتمنى ان يبقى تبادل المكان ده يبقى ما بين محمد شريف ووليد سليمان مش مجدي قفشه ووليد سليمان. ليه؟ لان محمد شريف ممكن يجيد يلعب في الحته الشمال واللي هي الحته اليمين او الحته الشمال عنده سرعات. خلي بالك انت بتتكلم على وجود محمد شريف لوحده كراس حربه. خلينا نتكلم كراس حربه دلوقتي، لكن بعد محمد شريف عن منطقه الخطر هيضعف انت عندك جوه 18. انا بتكلم على التبادل ما بينه وما بين وليد سليمان. بمعنى ايه يا كابتن؟ وليد سليمان كمل في كوره ماشي، فانت عاوز محتاج لاعب يرجع مكان وليد سليمان. هيبقى هل وليد سليمان هيقدر ان هو لما يكمل الكره ويفنش الهجمه يرجع جري على مكانه؟ لازم يبقى في ترحيل، لا محمد شريف يرحل على قفشه وقفشه اللي يجي مكانه، لا محمد شريف اللي يروح. انا بتكلم في الحته الطوارئ، ولكن مش هتبقى طول الوقت كده. دي رقم واحد. رقم اتنين، انت محمود كهربا وعمرو السوليه وايمن اشرف وعلي معلول ده طرف شمال. الطرف اليمين اكرم توفيق، بدر بنون، الي ديانج، وليد سليمان. الاثنين المشتركين مع الفرقه دايما بيبقى مجدي ومحمد شريف. أيوة. طريقه 4 2 3 1 بتعتمد على دي، بتعتمد على مجدي قفشه بيكون مشترك مع الجبهتين اللي احنا اتكلمنا عليها، ومحمد شريف بيشترك مع الجبهتين ومع الفرقه كلها. كويس. التشكيل النهارده من وجهه نظري ده تشكيل مناسب لفرقه زي الفرقه الوطن الحرس الوطني. ليه؟ علشان انت بتتكلم على فرقه بتلعب لعب طويل، هيلعبك النهارده لعب طويل علشان يشيل الحته الهجوميه من عندها. هو ما يقدرش يبدا معاك من تحت اولا، صح؟ علشان كده انت ما عندكش اللي يضغط الضغط الكامل. يمكن وليد مش هيضغط من فوق، من تحت عنده، يعني من فوق لينا احنا. وعندك محمود كهربا ما عندوش حته الضغط الكامل، وقفشه كمان مش لعيب. الوحيد اللي بيعرف يضغط محمد شريف. علشان كده كمان هم ما بيلعبوش، هم مش هيلعبوا، هم كل لعبهم هيبقى طويل. الحاجة المهمة في الطريقة دي النهارده علي معلول وأكرم توفيق. أكرم توفيق وعلي معلول هما بيقفوا غلط. لو الاتنين دول جم من تحت بأريحية هنقدر نجيب أكتر من هدف من الأطراف. أيوه. المهم النهارده في حاجة في حتة نص الملعب، السولية وألي جانج. اللي هي إيه؟ اللي هو مش ضروري الاتنين يبقوا واقفين. يعني أفتكر إن عمرو السولية هيكمل شوية وألي جانج هيقف، وقال ديانج هيكمل وعمرو السوليه هيقف، عكس حمدي فتحي لما بيبقى بيلعب مع واحد فيهم. حمدي فتحي بيبقى ثابت والتاني اللي بياخد الحته دي. لكن النهارده لو لقينا عمرو السوليه وقال ديانج في خطا ان هما الاثنين ما عملوش توازن مع بعض والاثنين هجموا، هيبقى في حته نص الملعب نعرف نتغلب عليها ازاي. ايمن اشرف وبدر بنون ما يعملوش العمق، وده ضروري جدا. معظم الاهداف اللي بتدخل في النادي الاهلي بتدخل من العمق يا كابتن، اللي عامله المدافعين بتوعنا. هو كابتن علاء قال لك نقطه قبل كده ان احنا بنطول الملعب على نفسنا بطريقه زياده عن اللزوم. يعني العمق بالزبط. انت بتعمل عمق دفاعي لحد 18، بتعمل عمق دفاعي بتوسع الملعب. بتبقى كويسه في حاجه واحده بس لو انت عملتها، انك انت الفرقه الثانيه بتلعبك ضاغط، فانت بتوسع علشان توسع مساحات عليهم الضغط. لكن لما الفرقه الثانيه بتقابلك في وسط الملعب، انت لو عملت العمق ايه اللي بيحصل؟ بيبقى فيه جاب كبير ما بين مدافعينك وما بين نص الملعب. عشان كده لازم الخطوط تتقارب ولازم يبقى فيه وحده. صحيح. واحده. صحيح. لو عملنا الوحده دي احنا بنعرف نباصي واحنا بنعرف نلعب بدري بنون، هنقدر نعمل نتائج. اهو ده مثلا نموذج للي انت بتتكلم عليه. اهو تمام كويس، احنا ماسكين الكور تمام، بس احنا بادئين ده بتاع المشي اللي فات طبعا. احنا بادئين من تحت. انت بادئ من تحت كويس، ده الهدف ده. دي البنالتي. بص يا كابتن، الحاجه المهمه اللي انا عايز اقول لك عليها،
احيانا محمد شريف زي ما بلال قال كلمه مهمه على محمد شريف، قال محمد شريف مش محطه، محمد شريف بياخد في الترابيزه بيسرق، وفي فرويد وفرويد اخر يعني 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 لما بيبقى جنبك حواليك ناس يا بلال، ودي مهمه، لما بيبقى حواليك ناس بيعرفوا يجيبوا جون وانت كمهاجم ممكن تبقى محطه يا بلال، لكن لو انت اللي حواليك مش هدافين فانت اللي بتشتغل في التهديف. انت فاهم؟ فانت انا ملومش على مثلا شريف في انه ما بيبقاش محطه، لانه هو مطلوب منه دي. محمد شريف كل لعبه، لانه اصلا محمد شريف اللي الناس لازم تعرفه انه طرف وليس راس حربه أساسي. يمكن راس حربه لما رجع النادي الاهلي وكان في ام بشويه مع الكابتن تم توظيفه بشكل جيد. هو كمان بقى عنده الميزه اللي بيلعب على الجون على طول، عنده الميزه اللي بيقطع وبيشتغل في الحته الطويله. انت محتاج بقى ايه؟ محتاج كراس حربه تاني. يعني النادي الاهلي دايما لو لعب اتنين راس حربه مع محمد شريف ولعب واحد عكس محمد شريف، بمعنى ان هو اللي يبقى المحطه، هتبقى اللاين فيرود بتاعك خطير جدا. وصح، وتبقى الزياده العدديه قدامك مظبوط كتير، بس كده هتستغنى عن واحد من نص ملعب. اكيد يعني هتلعب واحد بس ميدفيلدر تمام، وتلعب بمجدي قفشه قدامه، وتلعب 4-4-2. بالظبط. خلينا نقول تشكيل الحرس الوطني النهارده هيبقى هميسو لحراسه المرمى، ناحيه اليمين عبد الحميد عبد الله، ناحيه الشمال حسن ابو بكر او العكس، اثنين اللي في القلب عبد الوهاب عثمان والسيني عبد الرازق او عبد الرزاق، اثنين قدامهم موسى كاس وعبد الناصر عمر، ورباعي المقدمه دانيال اوكون، ايسوفو هنسا، دومينيو، وراس حربه قدام ديوري. البودلة اومارو ايوبا، فتاو، والفريد، اليو مامان، نيجوز جيان، فاروق ادريسا، وعبد الكريم مامادو. يعني هما بيلعبوا النهارده تقريبا بنفس اسلوب اللعب بتاع النادي الاهلي، بس اعتقد ان ده اللي على الورق، انما كابتن بلال اعتقد هنشوف حاجه تانية في الملعب. ممكن تلاقيهم يعني بيلعبوا 4-5-1، ودي الطريقه الاقرب ليهم عشان يقفلوا نص ملعب بشكل كويس. هم البدايه على هم فرقه يعني عندهم الحته اللي قدام عندهم يعني الى حد ما مميزه شويه، عندهم راس الحرب رقم 9 ديوري، ده لعيب كويس كانوا بيعتمدوا عليه في كل الكرات المباراه اللي فاتت، لعيب محطه جيده، هو اللي عمل الكره تقريبا اللي جت في العارضه من ناحيه الشمال، وهو تقريبا اللي سجل الهدف. بس عايز اقول لك حاجه، انت لما تدي له مساحه وتدي له وقت هو اجاد. ما هو خد بالك كابتن، اي لعيب كوره لما تدي له مساحه وقت هيعمل كل حاجه. انا قصدي احنا ادينا له الطاقه. طبعا هي الفكره كلها زي ما قال الكابتن علاء وكباتن اتكلموا من شويه، انت بتلعب انت عامل ستريتش للملعب، انت بتلعب من ال 18 لل 18، ده شيء صعب جدا في كره القدم. طب خلينا اسالك في حاجه، هو الكابتن عادل طرحها، نتكلم على موضوع الضغط. تمام. احنا يعني بنسبه كبيره جدا طول عمرنا في النادي الاهلي على مدار جميع الاجيال كنا بنضغط ضغط عالي من قدام. صح. والضغط العالي ده من قدام ده فيه ميزات كتير. اولا بيولد اخطاء للفرقه اللي قدامك. ثانيا انت بتقدر تجيب الكره بسرعه فبتقدر تستحوذ وتسيطر. ثالثا بتقل الضغوط على نص ملعبك وخط الظهر وبيديك الافضليه، وبالتالي احنا بنترجم الحاجات دي لفرص وبنهدد المرمى وبنحرز اهداف. احنا ليه ما بنعملش الضغط العالي؟ حتى لو عملناه بنعمله مثلا دقيقتين ثلاثه وبعدين بنرجع نص ملعب. انت عشان تعمل ضغط عالي لازم الفرقه كلها بتشتغل في نفس التوقيت كويس، وبيتحركوا ككتله واحده في نفس التوقيت. صح. تمام. انت بس مشكلتك كلها في ان انت بتبقى عندك شويه قلق في الناحيه الدفاعيه، قلق في السرعات في الكرات الطوليه، فانت عشان كده بتعمل ستريتش الملعب عشان الكرات الطوليه ما يبقاش فيها مشكله في حته السرعات دي. يعني انت ما عندكش في الحته الاثنين السنتر باكس بتوعك ما عندهمش السرعه الكبيره قوي اللي لو لعب من نص ملعبك وكره اتلعبت طويله هيقدر ان هو بسرعته ان هو يشتغل في الحته دي. كنت بتعملها زمان، اللي كان عندك زمان لعيبه عندها سرعات. تمام. السنتر باكس بتوعك زمان كان عندهم سرعات، فانت ما عندكش ازمه في الكرات الطوليه، ما عندكش ازمه في الكرات الطويله، ما عندكش ازمه في الكاونتر اتاك، فانت دايما كنت بتضغط من قدام وما عندكش قلق. الفكره كلها في انك تبقى قلقان ان تتلعب عليك كره طويله فيبقى عندك سباق سرعه ما بين الفرود وما بين السنتر باك، فيبقى فداخل في حته مخاطره شويه. فعشان كده انت دايما بتعمل ايه؟ بترجع لورا شويه، فما بتديش فرصه للعيبه نص ملعبك واللاين بتاع الفورورد. تمام. ان هو يضغط ويكمل الضغط في الحته اللي قدام. افهم دوت لو انت بتلعب فرقه في نفس المستوى. مظبوط. بتاعك في مستوى جاي يعني او مستوى جاي قريب شويه، ولكن
هو سيستم يا كابتن انت بتشتغل عليه. انت النهارده ما بتفرقش من ماتش والتاني. انت ده ستايل لعب كل مدير فني وكل فرقه بيبقى ليها ستايل لعب في الملعب. ده ستايل اللعب اللي بيلعب بيه مثلا النادي الاهلي في التوقيت الحالي في الوقت الحالي. نوع انا الملعب مفرود شويه، انا بعمل عمليه الضغط من نص ملعبي كمان مش من الحته اللي قدام. يعني انت قليل جدا لما تلاقي مثلا شريف بيوجه الهجمه في حته الضغط، قليل ما بنشوفهاش كتير. انت ساعات اللي بيوجه الهجمه اليو ديانج، هو بطبيعته كلاعب بيشتغل على الحته دي. هو احنا شفناه كتير جدا هو بيحاول ان هو يضغط، اول ما الكره تيجي في نص ملعب بيحاول يضغط، بيحاول يكمل مع الثلاثه اللي قدام، هو اللي بيقود عمليه الضغط على الخصم في الحته اللي قدام. لو ما عملهاش ما اعتقدش انك انت النهارده بتشتغل او بتتمرن على الحته دي، انك انت تضغط على الفرق مثلا من ال 18. تمام، فرقه النهارده من السهل جدا انك تعمل عليها التجربه دي زي ما انت بتقول، سهل جدا جدا جدا. تمام، هتجبرهم ان هم ضربه المرمى يلعبها طويله. بالزبط. هتجبرهم ان هم كل ما يستلم كره يلعبها طويله، وهو خد بالك وهو ممكن يكون مؤهل نفسه ان هو بيلعب على الحته دي. صح. تمام، عشان كده النهارده هتلاقي في نص ملعبه في زحمه كتيره جدا عشان السكند بول، لما مين اللي بياخد الكره؟ السنتر باكس بتوع النادي الاهلي ويرجعوها، يبقى عنده زحمه شويه في نص ملعب عشان ما يديش فرصه للعيبه النادي الاهلي ان هم يشتغلوا الكره براحتهم. خلي بالك يا كابتن بلال، انا عايز اقول لك حاجه، كلنا لعبنا في افريقيا مباريات كتير جدا وعندنا من الخبرات في التعامل مع المباريات ديت بصوره جيده. يعني خليني مع احترامي لجميع الفرق الافريقيه، خليني اقول لك ان معظم، عشان ما نظلمش حد برضه، معظم الفرق الافريقيه عندها مشاكل كبيره جدا في خط الدفاع. طبعا كل يعني 90% من الفرق الافريقيه، مش معظم ده كلهم. بالظبط، يعني انا بقول لك يعني فاهم. طبعا احنا ممكن نستغل باستثناء الفرق العربيه باستثناء، يعني يعني فرقه زي الترجي مثلا هتلاقي فرقه زي الوداد بتكلم على وبرده عندهم برده مشاكل في الحته دي. انت مباراه الوداد الموسم اللي قبل اللي فات، يعني البطوله اللي قبل اللي فاتت، صح، انت الهدفين جابوا من خطئين الاثنين السنتر باكس بتوعهم. ولكن ايه اللي يمنعني ان انا ابدا كده مع فرقه زي دي؟ انت كمدير فني يا كابتن، انت اللي بتحدد، انت اللي بتشتغل في الحته دي. أي. انت اللي بتوجه لعيبتك النهارده هنلعب باسلوب ضغط عالي من قدام ولا لا، هنستنى في نص الملعب ولا لا. انت النهارده يعني انا هفكرك بماتش سان داونز اللي هنا. انت كنت سايب سان داونز يشتغل زي ما هو عايز وانت بتلعب جوه ملعبك. في فرق كتير جدا حتى الفرق القليله في افريقيا ما بتشتغلش بالستايل ده، بس هو ممكن يكون شايف انه لو اشتغل بعمليه الضغط قدام فرقه بتلعب كوره هيبقى عنده مشكله كبيره جدا. أي. هيبقى عنده مشكله في الحته الدفاعيه. أي. ممكن يكون ده فكر المدير الفني، فانا اشتغل بحته ايه، انا هلعب زون ديفنس واضغط في نص ملعبي واشتغل على الكرات الطوليه، استغل السرعات، اشتغل على الكاونتر اتاك، لما مجدي قفشه يستلم ابتدي مثلا العب الطرفين بتوعي يبتدوا يفتحوا فابتدي العب ايه ابني وده اللي نجح فيه الشوط الثاني في اخر المباراه لما صلاح محسن جاب اللي نجحنا فيه. فهو النهارده المدير الفني بيبقى قاري الفرقه اللي قدامه، انا هشتغل عليها باني شكل وباني طريقه. كويس. في بعض الاوقات بتبقى محتاج مش المجازفه شويه، بتبقى محتاج انك تفرض شخصيتك من بدايه من بدايه الماتش. صحيح. محتاج ان انت تقول الكلمه بتاعتك. هو الاهلي متميز طول السنين يا كابتن علاء، متميز بايه؟ عنده حاجتين مهمين جدا مع اختلاف المديرين الفنيين، عنده الروح القتاليه العاليه والرغبه في المكسب. صح. دول اهم حاجتين كان بيمتاز بيه او بيمتاز بيهم النادي طوال السنين كلها. مدير فني يجي عنده رائع، عنده واحد كرييتيف يعني بيبدع، واحد تاني ممكن ما يكونش قوي جدا، واحد امكانياته الفنيه عاليه، واحد امكانياته ضعيفه، بس بتبقى السمه الشخصيه او السمه الرئيسيه عند النادي الاهلي انك عندك الروح القتاليه عاليه وعندك الرغبه في المكسب. في اوقات كتير جدا انا كابتن اول ميزتين دول بس هم بالظبط. لا بالظبط، في مواسم كتير بس دول الاثنين الثوابت عند لعيبه النادي الاهلي على مدار السنوات كلها. صحيح. فانت ممكن يبقى انت في اوقات كتير جدا يبقى مش انت اللي راكب الجيم بلغه الكور ومع ذلك بتكسب. مظبوط. عندك الروح عاليه جدا، عندك الاصرار عالي جدا، عندك الرغبه في المكسب عاليه جدا. في فرق بتبقى بتقدم كوره رائعه جدا بس حته الرغبه مش موجوده. صح. الرغبه في المكسب مش موجود. صح. ممكن ملعب جيم احلى جيم. انت النهارده احنا لعبنا سان داونز هنا في القاهره وادوا وكانوا مؤدين افضل مننا بكتير جدا، لكن رغبه المكسب كانت عند لعيبه النادي الاهلي عشان كده قدرت تكسب. صح. فالنهارده اللي بيحدد الامور الفنيه بشكل كبير المدير الفني ومدى قرايته للجيم يا كابتن ايمن. صحيح. النهارده مستر موسيماني انا بشوف مش من المدربين اللي بتحبس حته الضغط من الحته الاماميه. هو احنا ما شفناهاش، يعني هو ما اشتغلش عليها. هو دايما بيستنى في نص الملعب، ابتدي لما الكره تجي في نص الملعب ابتدي اضغط، بامن كويس جدا جدا في الحته الدفاعيه، عندي الخط الدفاعي بتاعي يعني قريب دايما من حارس المرمى، مش عايز اسيب مساحات لواحد ضد واحد. هو المدرب ما بيحبش المجازفه شويه في اللعب، عشان كده دايما يعني ما بنشوفش النادي الاهلي في حته الضغط من قدام في ماتشات كتيره جدا جدا. صحيح. ولكن بينجح في اوقات كتيره او في معظم الاوقات بينجح بالطريقه بتاعته ان هو بيكسب وبياخد بطولات يعني. صحيح.
كابتن علاء سريعا بيفكر ازاي مستر موسيماني من خلال التشكيل دوت النهارده وازاي البدايه النهارده؟ هو بيفكر الحسم من بدري اكيد اكيد كل الاراء وصلت بعد المباراه السابقه اكيد وصلوا ان الناس حد كبير الشوط الثاني ما عجبهاش لازم نحسم على فكره يعني نقطه مش عيب اتكلم فيها فوز الزمالك امبارح 4 هيحمسك برده النهارده انك عايز تعمل تكسب النهارده ان شاء الله وسكور كويس اعتقد النهارده الرؤيه واضحه والكلام واضح ضغط من بدايه المباراه خلي بالك انت عايز تدي رساله برده للمنافسين انا بقول لك ما ده قلتها في اول استوديو ان انت النادي الاهلي لازم النهارده حاجتين يا ايمن كل استوديو اتكلم فيهم بس احنا بنلف وندور عليهم اداء ونتيجه عاليه صح وخلاص ده اللي احنا منتظرينه ان شاء الله النهارده يعني كل الناس النهارده تتكلم حتى اللي في الشارع يقول لك النهارده ان شاء الله عايز الاهلي يكسب اكيد طبعا يكسب مكسب مريح مكسب كويس واداء يطمن الجماهير فده ان شاء الله بتمناه النهارده ان شاء الله باذن الله يعني الضغط من بدايه المباراه هو شعر انا يعني بلال اتكلم قال ان مستر موسيماني ما بيحبش الضغط قوي لكن في فرق انت عايز تحسم من بدري صحيح النهارده اعتقد انك من اول دقيقه تبقى ضاغط دور على هدف واثنين الفروقات تبان خصوصا ارض كويسه ارض ملعب كويسه جدا انت مش يعني هي وجهات نظر انا النهارده مش عايز اديله وقت وخصم تعبان جدا اذا كنا هنتكلم كوره بقى خصم تعبان عشان يعني عايزين برضه نديله برضه يعني خصم يعني ما يقلقش قصدك ما يقلقش لا يعني خصم مش مقلق بالمره هو بيبقى مقلق لو انت بتخليه مقلق هي بالزبط. هي المشكله في كده ولكن الكوره ملهاش كبير انت بيني وبينك الملعب جميل حلو كل الكلام اللي برضه حلو في حاجه اسمها 90 دقيقه في ملعب كوره المباراه تنتهي لما الحكم بيصفر بس هو النهارده ده شغلك الشاغل حسم من بدري اداء بارتياحيه مفيش اي مشاكل خالص فيه ان شاء الله تكسب مكسب مريح عايز تجرب الناس اللي بره تجرب عايز تشوف الناس اللي بره ما تلعبش عندك بص ايمن النتيجه اداء كويس بيرديك ارتياحيه كمدير فني تجرب كل حاجه النهارده عايز اجرب عادل شويه عايز ادي النهارده لبلال فتره اكبر كل ده النتيجه وادائك هو اللي بيخليك تبقى ما عندكش مشكله النهارده تعمل كل حاجه فعشان كده بقول لك النهارده من بدري حسم من بدري خلاص الفريق الثاني يعرف ان الموضوع منتهى تماما مفيش حتى ذره امل زي انت بتتكلم حتى اقول لك المفاجات انت النهارده ممكن تموتها ممكن تخليها شغاله بادائك وحسمك السريع المباراه صحيح ايه بتضحك ليه؟ عندك اعتراض ولا ايه؟ لا كابتن علي كان عنده اعتراض على ايه؟ على كلامك ولا على ايه؟ لا هو كابتن علي يعني متفق معايا بس هو حي شويه يعني هو متفق معايا ان ستايل الفرقه الكبيره لازم يبقى الضغط من قدام انك يبقى عندك اكتر أنا معك طبعا اكتر من يعني يبقى عندك اكتر من حل من حل موجود في ملعب عندك مباريات في ملعب عندك تسديد عندك كل حاجه ما ينفعش واحد يقع مني يا كابتن فرقه تقع انت في مباريات يا بلال انت محتاج تحسمها بدري طبعا زي النهارده ليه ابذل مجهود كتير بالعكس احسن من بدري وبعدين زي ما تفكر زي ما تحب انت قلت كنت كنا بنتكلم على ماتش الجونه انت لو حاسم الجونه من بدري هدف واثنين وثلاثه احنا ما كناش وصلنا ان احنا بنتكلم في دوري عام حد بيقول انا عملت ونتائج للشغل بتاعي يعني في ماتشات لازم تبان فيها القوه والشراسه بتاعتك انت شرس في ماتشات مش محتاجه بس فنيات فقط لا غير محتاج انك تبقى شرس محتاج انك تبقى قوي محتاج ان الفرقه اللي قدامك تحس ان الماتش النهارده خلاص بالنسبه له ماتش بلال هي ميل. كلها تظهر فيها شخصيه المدير الفني واللعيب افرض شخصيه النادي الاهلي مظبوط شخصيه النادي تبان خلاص الموضوع منتهي تماما صحيح كابتن اسامه سريعا السيناريو من وجهه نظرك الشوط الاول المتوقع انه الضغط من بدري محاوله احراز هدف سريع يحبط فرقه الحرس الوطني والهدف والثاني لانه الاخطاء هتحصل يعني المتوقع انا قلت في بعض اللعيبه عندهم امكانيات كويسه ما فيش شك في كده زي ديوري رقم 9 زي دومينيو رقم 10 زي الباك ليفت زي اسوف 11 عندهم ثم عندهم مشاكل دفاعيه كبيره جدا خصوصا في قلب الدفاع انا بقول لك عندهم بعض الشكل الهجومي الكويس لكن الاخطاء الدفاعيه كتيره فالاخطاء صحيح. هتبقى موجوده والفرص هتيجي ان شاء الله احنا المهم نستغلها المهم استغلال الفرص لانك انت لو جبت جون والتاني في الفرقه زي ديت انا اتصور ان شاء الله ان النادي الاهلي هيعدي الثلاثه هيعدي نتمنى يعني ان شاء الله باذن الله ما انا بقول لك استغلال الفرص صحيح. لكن الفرص هتيجي يعني احنا ان شاء الله هنتفرج على الماتش انا بقول لك الفرص هتيجي ان شاء الله وكتير لكن هي المهم استغلال الفرص دي باذن الله ان شاء الله كابتن عادل هنشوف اهداف مبكره ان شاء الله اتمنى واتمنى الحرص انا دايما بحب حته الحرص حتى لو الفرقه ضعيفه حتى لو انت بتلعب مين حافظ على المفاجآت مش عايزين مفاجآت
عايزين نعمل ضغط من البداية، عايزين نحرز هدف واثنين وثلاثة، نأمن نفسنا علشان بعد التأمين أنت عندك مباراة في الدوري قريبة. صحيح. عشان تريح، لو أنت عاوز تريح لعيبة أو أنت عاوز بالمعنى الأصح عاوز تشتغل على المباراة الثانية، فيحسن من الشوط الأولاني ما تقعدناش طول الوقت إن إحنا مشدودين يعني. صحيح. كابتن بلال، هدف مبكرة إن شاء الله؟ أتمنى، أتمنى برضو إن شاء الله. أتمنى؟ أتمنى ويبقى فيه أهداف إن شاء الله. عندك الإحساس ولا ما عندكش؟ لا عندي إحساس إن هيبقى فيه أهداف. من بدري. عندي أحاسيس كبيرة. عندي أحاسيس. بإذن الله إن شاء الله بإذن الله، ومكسب إن شاء الله يكون مكسب كبير النهاردة بإذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة أخرى بعد نهاية أحداث الشوط الأول، أرجوكم انتظرونا.